بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك كتابه. اقل من اسبوع وتهاوت اوراق التوت تباعا. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بك اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابه. حلقه جايه في غمار احداث كثيره، في غمار دوشه كثيره جدا ومهزله تحكيميه اعتقد ولا اوضح. وزي ما المهندس عدلي أشار، لحظات سقطت فيها أوراق التوت الأخيرة. انت عشان كده لابس أسود ولا إيه الحكاية؟ خليها في معادة، هيجي كلام عليه. على إيه خير؟ ما احنا عندنا كلام، هنتكلم ليه ليه أنت لابس أسود؟ ها؟ ده الحكام غيروا حبيبي. طيب في فقرة هقول لك، يعني خليتني بجد مش عارف اعمل ايه. قلت فليكن رأي، هلبس الكرافتة دي وجهة نظر، بس بدل ما احط شرط حداد على دراعي. ها يعني لما يقعدوا يقولوا ايه في التحكيم يا استاذ ابراهيم، كل واحد حتى عصام عبد الفتاح يقول لك التحكيم كان سيء بس ما كانش في يوم، التحكيم ما كانش في يوم، ويطلع الكابتن عصام عبد الفتاح يقول لك يا سيدي اهو يوم سيء للتحكيم ما كانش في يوم. فأنا يعني فعلا ما كانش يومك كتحكيم، هم اللي قالوا ما كانش يومك كتحكيم، يعني ما كانش يومك كتحكيم. حلقة مهمة جدا، حلقة تضع الكثير من الحروف أو النقاط الواضحة على حروف كثيرة تائهة. عموما حلقة فيها خمس عناوين مهمة. خلصوا فيه كل الشماعات، لكننا نتحدث عن المباراة التي أسقطت ورقة التوت الأخيرة ليصبح إنه حقا عالم الشنقيط، ونكشف معكم حكاية صافرة مثيرة للشفقة، ويبقى الأهلي وقصة ثلاثية الأبعاد. ده المحتوى المهم في حلقة النهاردة. أتمنى أن صدور البعض تتسع ليه، وأن الكلام فعلا يؤتي بثماره. باشمهندس، قبل قليل أجريت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. الأهلي هيواجه حوريا كوناكري الغيني في دور الثمانية. الأهلي أول المجموعة الأولى، هيواجه حوريا كوناكري الغيني. المباراة الأولى هتكون في كوناكري أحد أيام 14-15-9 الجاري، والعودة إن شاء الله في برج العرب 21 أو 22 من هذا الشهر. في مواجهة تونسية عنيفة جدا، النجم الساحلي مع الترجي التونسي، وأول أغسطس الأنغولي مع مازيمبي الكونغولي، وفي مواجهة عربية أيضا في الشمال الإفريقي، وفاق سطيف الجزائري هيواجه الوداد البيضاوي. الأهلي في سكته حرجا، الأهلي سكته عشان أقول لك بإذن الله في حال تخطي بطل غينيا يتواجه مع الفايز في الدور قبل النهائي من وفاق سطيف والوداد المغربي. شوف احنا كنا نتمنى للحساسيات العربية ألا نقع مع أحد الفرق العربية، وهما كان على الأقل في الدور ده. الدور اللي بعديه ممكن تتواجه، او مش ممكن، ده لازم هتتواجه مع فرق عربيه، مش الكسبان من الاهلي وحوريه. خلاص عندك مواجهه عربيه، عندك مواجهه عربيه، لان الكسبان من الوداد ووفاق هتتاجل. المرحله دي ايضا فيها اكثر اللقاءات حرجا في رايي الترجي والنادي الساحلي. الساحلي مليئة بالحساسيات، وفي ظروف الترجي الحالية التي أرجو أن يتجاوزها، مش فاهم إيه اللي حصل، لكن لازم نبارك الاتحاد السكندري اللي عمل نتيجة هائلة رائعة، هائلة، تعادل 2-2 هناك في البطولة العربية. البطولة العربية، ما أنا بقول في البطولة العربية كان كل الناس اللي شايفة إن أصعب موقف في قرعة البطولة العربية هو الاتحاد السكندري، هو اللي وقع مع الترجي. ولكن كان على قدر المسؤولية تماما،
تعادل 1-1 وازدادت الامور صعوبه، ولكنه استطاع ان يحرز هدفين وكاد ان يخرج فائزا، ولكن على الاقل حافظ على حظوظه في التاهل في البطوله العربيه. نبارك للاتحاد السكندري اللي كان مسؤولوه يعني بيقولوا بنستلهم تجربه الاهلي في لقائهم مع الاشقاء في تونس. ولكن الوهله الاولى الناس تقول لك ده احنا وقعنا مع حوريه وده احسن ما تقع مع الوفاق او اول اغسطس، او طبعا ما كنتش هتقع مع النجم. لكن انا بقول ان حوريه لما تشوف نتائجه لا لازم تاخذ حذرك وتتوقف تماما. النتائج بتاعته نتائج كانت هايله جدا، مش عايز ارتجل من دماغي، لكن انا لما رجعت المره اللي فاتت معاك لقيناها يمكن من اهم النتائج اللي كانت عن فريق الغيني. وغينيا كرتها دايما فيها مفاجات ومتقدمه. صحيح. ناخذ حذرنا تماما. القرعه كمان لانه الجدول اتعمل، فالاهلي زي ما قلت لكم باذن الله في حال تخطيه حوريا كوناكري الغيني هيلاعب الفايز من وفاق سطيف والوداد البيضاوي المغربي. لكن اذا كان الاهلي في الدور ده اللي هو دور الثمانيه هيلعب مباراه العوده في ملعبه، فهو في الدور قبل النهائي والنهائي هيلعب المباراه الثانيه بره ملعبه. يعني هتبقى المباراه الاولى في القاهره والعوده بره، سواء في قبل النهائي وباذن الله تعالى. نتيجه القرعه ولا نتيجه من الاول كان الجدول كده؟ لا هو الجدول القرعه بتتعمل على الجدول. يعني بتتعمل قرعه جدول. امال قالوا لنا لو طلعنا الاول ميزه انك هتلعب مباراه الدور اللي جاي اللي هو دور الثمانيه. طب ما احنا ارتأهلنا الادوار الجايه اهم. ما هي واضح ان ماشيه رقميا. الثمانيه لايحه. اللي هي لايحه وجايه يعني. واخد بالك؟ قبل النهائي والنهائي قرعه لوحديها. ماشي. فالمواعيد بقى إذا كان دور الثمانية الذهاب هيكون 14 15 16 9، العودة 21 22 23 سبتمبر. قبل النهائي هيبقى الذهاب 2 أكتوبر والعودة 23 أكتوبر. والنهائي بإذن الله 2 نوفمبر و 9 نوفمبر ماتش العودة. ده النهائي لتأهيل الفريق المتأهل بإذن الله لبطولة العالم للأندية، بطل دوري أبطال أفريقيا يمثل القارة في كأس العالم للأندية. وحشتنا اليابان حتى وإن كانت خلاص البطولة أعتقد جاية كمان الإمارات المرة دي. عايزين نروح طب مرة في الإمارات. إحنا يعني ما بتروحش لليابان. اليابان ورحنا المغرب. أو المغرب مرة. عايزين نروح بقى للإمارات. حيث الدفء الحقيقي والجمهور الحقيقي هيبقى معانا. طبعًا. إن شاء الله. ده الجدول بالكامل للبطولة، وكان القرعة أجريت اليوم في أحد فنادق القاهرة. حضر أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرص على الحضور أيضا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي. ومثل النادي الأهلي في القرعة كابتن محمد يوسف المدرب العام مدير الكرة والمهندس سمير عدلي. القرعة بهذا الشكل يدخل الاهلي بقى اجواء الاستعداد لبطل غينيا. ده جانب من حفل القرعه انتهت تقريبا منذ قليل. وايضا في الكونفدراليه يمكن المصري وقع مع اتحاد العاصمه الجزائري في دور قوية دي. في دور الثمانيه لبطوله الكونفدراليه. بس الحقيقه المصري عامل نتائج كويسه قوي. طيب ده ما حدث في القرعه النهارده وما اسفرت عليه من مواجهات. النتائج او تاثيرات مباراه الامس للاهلي مع الانتاج الحربي في الدوري. الاهلي بيفرض غرامه على محمد الشناوي حارس المرمى وعلى اكرم توفيق، واكرم توفيق جهاز الكوره حسب الكابتن محمد يوسف قال هي الغرامه الاعلى. اكرم توفيق بسبب تعاضده عند استبداله. مش فاهمه الحقيقه. يعني لقطة الشناوي، والحقيقه انا وانا بتفرج انتظرت هذا القرار، انتظرت ان يبقى فيه عقوبه. ده حارس مرمى النادي الاهلي، ما يصحش يصدر منه هذا السلوك، لانه اذا كان اللاعب لاعب الانتاج
شاط ايده والكره ماسكها ماشي، الحكم حتى الحكم هذا الخطا ما انظرش لاعب الانتاج على ضرب، لانه غطى الحارس. ما هو لو كانش الشناوي عمل كده كان الانذار هياخده بالظبط اللاعب الثاني. انما هذا الانفعال الزائد من حارس المرمى، برافو الكابتن محمد يوسف ان عاقبه، لابد ان يعاقب عقاب شديد، لانه انت خلاص في الاول خبطه في انت ضربت وبعدين رجع ضربت يعني، وكان لازم الحكم يديله انذاره للاعب الانتاج ماشي، انما سلوك لاعب ما يسيطرش على اعصابه من هذا التصرف فيعرض فرقته، لانه لو حكم شجاع شويه كان لازم يطرده. لو انت بتلعب في بطوله افريقيه او في مباراه مهمه جدا، لك ان تتخيل ان انت هتخرج الاهلي من بطوله، انت ممكن تطرد والفريق استنفذ تغييراته. كان نفسي نتكلم في تفاصيل مهمه في هذا الشأن. هل عندنا فخر هتتحلنا الفرصه نتكلم على المواقف دي كامله؟ لان الحقيقه ابراهيم نور الدين عايز وقف. هو الليله ليلته والله، هو عمل علينا ليله امبارح حقيقه. طيب اكرم توفيق كمان، اكرم لاعب كلنا انبسطنا انه بدا ياخد فرصه، صحيح انضم للاهلي من 2016 حصوله على فرصه بعد ما جه من ام بحصوله على فرصه اتاخرت، وبدات الناس حتى تتعاطف معاه جدا وفي قناعه من الجهاز. يعني انا من اكرم كان لازم يبقى الجهاز الفني ده والاداري ده بابا وماما بتاعي. ده اللي هو خدني وابتدى يديني فرص. بالظبط. اروح شايط الكره يا ابني لسه بدري قوي، ولا ما فيش بدري ولا متاخر. ما ينفعش. مقبول. ما ينفعش. مش مقبول. لعيبه عتاوله عنك 100 مره زقوا ازازة الميه دفعوا الثمن. صحيح. صحيح. فانت تشوط الكره وخارج متبرم وانت بتسلم على زميلك حتى مش مديله وشك، في ايه؟ وبعدين عندك انذار وممكن تطرد، هو للدرجه دي مفيش ادراك بالموقف؟ لا لا، الفرقه عايزه صوامرها تتربط، ودي اهم من النتائج بقى. ايوه. فالقرارات دي كنت منتظرها الحقيقه. أيوة. الشناوي ما يزعلش مننا لان وقفنا معاه كتير طول ما يستحق العقاب. قولا واحدا. انما كده بالطريقه دي يا شناوي ده عدم ادراك للمسؤوليه. طبعا. لا وبعدين خد بالك يا باشمهندس، لما تتفرج عليها انت بتعمل ايه؟ انت ضربت لاعب من غير كوره لازم تطرد. طب الراجل اقل الزقه دي يا سيدي في حكم التحكيم المصري، سيبك من حكم، في حكم القانون يطرد، ما طردهوش. ما هو بقى مستمر في الانفعال، فسروها امبارح الزقه دي فاش طرد، لان فيها يعني مبالغه في الحكم المخاف. انما اللي عمله بعد كده هو اللي مضايقني. يعني دي انفعال، شطه في جوانتي وفي ركبته في الاول نتيجه ده، وبرضه غلط انه يزق، لكن غلط جدا انه يستمر. انت عارف ان لما الحكم صفر فاول الشناوي سقف. طب قمت تعمل ايه بقى؟ خلصت بعدين بقى. اما انت سقفت على القرار بتحتاج في ايه بقى؟ مش عارف. لا الحقيقه ارجو الشناوي غرامه اتمنى انها تكون كمان عاليه، يعني عشان برضه تبقى رادعه لمصلحتهم الاثنين. طبعا طبعا بنحبهم، وواحد فيهم دخل منتخب والتاني لو كان كمل كان ممكن يخش المنتخب. بس انا عايز اقول حاجه، لان الناس ما تيجي تحليلاتنا للماتش. طيب مع توقف الدوري لتجهيز المنتخب لمباراه النيجر اللي هتبقى يوم 8 في برج العرب، جهاز الاهلي بدا يحط برنامج اعداد خاص بالفريق في خلال هذا التوقف. باتريس كارتيرون المدير الفني حريص على الارتقاء بالنواحي البدنيه والفنيه للعيبه في فتره. احنا النهارده كام؟ ثلاثة. انت عندك هيبتدي الماتشات يا 14 15 16 على ضوء الفريق الغيني ما يحدد. هنفترض انه هيحدد 14. ها؟ ما هو لو حدد 14 هتريحك في الاياب. ايوه. يعني هي. ايوه. فافرض انه هيحدد 14 او 15، يبقى انت عندك 10 ايام. مفيش راحة بمعنى راحة. طيب. هتاخد منها يومين سفر ويومين معايشة، يبقى انت عندك 6 ايام. كويس ان انت قلت كده، لانه الحقيقة انا قدامي يمكن الزميل محمد قلبة الناقد الرياضي في الشروق كان اثار هذه المسألة في التعارض بتاع المواعيد فيما يخص دوري ابطال افريقيا والدور اللي جاي ومباريات الاهلي في الدوري في نفس التوقيت، فهتلاقوا المواعيد غير أدمية، غير أدمية لهذا الفريق المجهد. انت مباراة الداخلية يفترض ان انت تلعبها يوم 11/9، يعني بعد 8 ايام الداخلية. طيب هتسافر
كوناكري امتى علشان تلعب يوم 14 او 15. والماتش اللي قبل الداخليه يوم ايه؟ ما هو الدوري واقف اهو. ما هو واقف. ما انا بس انت هتلعب يوم 8. مفيش ماتشات. المنتخب اذا الجاي الداخليه. يعني انت النهارده 3 هتلعب بعد 6 ايام عشان يكون ماتش النيجر خلص. فانت مضطر تلعب يوم 9 الا اذا تاجلت هذه المباراه. طيب هنلاقي المنتخب هيلعب مباراه النيجر يوم 8 معاه 6 او 7 لعيبه من النادي الاهلي القوام الاساسي للفريق. هيجوا في 4 مع المنتخب الاول وفي من المنتخب الاولمبي نفس التوقيت. هيجوا يلعبوا 4 اول و5 اولمبي. خلاص خلصت. مستحيل هيلعبوا. طيب. في الدوري بقى عندك الداخليه يوم 11 بعد 3 ايام من مباراه النيجر، وثم مباراه غينيا او حوريا كوناكري في غينيا يوم 14 او 15، يعني 3 ايام او 4 ايام هاخدهم من مباراه الداخليه هتاخدهم صفر. ترجع تلعب 18، يعني لو لعبت هناك 15 او 14 تيجي تبات يوم وتدخل معسكر عشان تلعب يوم 18 مع الجونه. ثم الجونه هنا ولا في الجونه؟ سيان يعني هي. لا مش سيان، سفر. ما هو انت بتلعب في برج العرب في كل الاحوال. لا يعني في كل الاحوال ملعب الاهلي. لا مش كله في برج العرب، يعني انت خلاص مش هتلعب في القاهره. مش معقوله. طيب انا عايز اعرف دي، الا اكون فاهم غلط. هو اصله لو انت يعني لو الجونه او القاهره انت في كل الاحوال انت جاي من سفر من غينيا. ما هو انت لو في الجونه بقى كمان الاستحاله بقى بعينها. هو لازم ياجل. لازم انت يأجل. في كل الاحوال هتبات في فندق سواء بيت هنا او هنا. احنا بنتكلم على السفر يا ابراهيم، تقول لي البيت. ايوه لا هو هيسافر قبلها بيوم او هنا هيدخل معسكر قبلها بيوم. انا مشوار السفر نفسه 3 ساعات بالاتوبيس او بالقطر وبعدين تاخد اتوبيس، هيبقى بالاتوبيس غالبا 3 ساعات 3 ساعات ونص وانت جاي من سفر. دي عمليه قاتله يا اخوانا. تلعب الجونه يوم 18. طب عندك العوده بقى في برج العرب في مباراه حوريا كوناكري 21 او 22. تلعب 18 وتلعب 21 3 ايام. بيراميدز 23. طب انت افرض لعبت 22 هتلعب ماتش العوده يوم 22 مع حوريا كوناكري في برج العرب. بيراميدز 23 ازاي؟ تاني يوم مستحيل هيتأجل. شوفوا هي دي المواعيد المشتبكه يا استاذ ابراهيم، دي مواعيد معموله قبل القرعه. منطقي انها هتتأجل. كويس. ومنطقي ان الناس تبص من هذه المواعيد على النهائي بتاع افريقيا اللي الاتحاد الافريقي لما عملوا القرعه النهارده حددوا، لانه لما الاهلي اتكلم على المواعيد الخاصه بالسوبر المصري السعودي ما زالوا عايزين يجاملوا فيهاجموا في الاهلي. لا يا عم جاملوا براحتكم، طبلوا براحتكم. استنى يا استاذ ابراهيم، هو مش عاملين حساب ان الاهلي ممكن يوصل فاينل، بس هذه الفكره كلها متمنينها. هو انت يعني ضامن انك هتلعب فاينل؟ طب يا سيدي حط هذا الاحتمال، لو هلعب فاينل هلعب معاك ازاي يوم 8؟ يعني الاتحاد الافريقي النهارده اعلن انه مباراه النهائي الاولى 2 نوفمبر، العوده 9 نوفمبر. الناس المطبلاتيه اياهم عايزين الاهلي يلعب السوبر المصري السعودي يوم 8 نوفمبر، والا يبقى الاهلي ضد العلاقات كده. طب بصوا على الجدول، بصوا على المواعيد. النهارده الاتحاد الافريقي بيثبت 9 نوفمبر مباراه النهائي. دي الحاجات الرسمي. حد بيتكلم؟ هو محدش يتكلم غير اتحاد الكره الحقيقه. لا المفروض الاهلي يتكلم ولا الهلال يتكلم ولا حد. الاتحادين يكلموا بعض ويحلوا لنا المشكله دي. اذا كان في نيه لحل بالزبط. المشكله يعني بالظبط. علي معلول لاعب الاهلي بيطير الى بلاده تونس علشان ينضم لمعسكر منتخب تونس اللي هيستعد لمواجهه سوازيلاند، مباراه عندهم يوم الاحد هتبقى في تصفيات امم افريقيا اللي هتبقى في الكاميرون 2019. كابتن محمد يوسف المدرب العام اتفق مع علي على العوده سريعا ان شاء الله بعد الانتهاء من مباراه سوازيلاند. ايضا وليد ازارو المهاجم المغربي هيسافر، حصل على اذن بالسفر لبلاده علشان يقضي بعض الاجازه للراحه.
ويرجعوا ان شاء الله يستأنفوا مع الاهلي فتره الاستعداد لاستئناف الدوري. الاهلي مشغول هذه الايام باعداد الدستور، دستور الاهلي او لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. الجمعيه العموميه ان شاء الله هتبقى 28 سبتمبر الحالي لاعتماد لائحه النظام الاساسي اللي تدير النادي وتحكمه بشكل كامل. هناك الكثير من تفاصيل هذه التعديلات اعتقد حضراتكم متابعينها من خلال اللقاءات اليوميه لبرنامج الاهلي الليله اللي بيستضيف يوميا احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي للحديث تفصيليا عن اللائحه وبنودها وموادها وكل ما فيها من ترتيبات مستقبل النادي الاهلي. باشمهندس، للمزيد من التفاصيل حول قرعة دوري ابطال افريقيا، ايه اللي حصل، الفكره اللي مشيت فيها ازاي، معنا من مقر القرعه الزميل شريف شعبان موفد قناه الاهلي. اهلا بك يا شريف. اهلا بيك استاذنا الكبير استاذ ابراهيم منيسي او الكابتن ابراهيم منيسي، وطبعا والنجمك الكبير الكابتن عادل القيعي طبعا كبير الاهلاويه. اهلا كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، هنا من مقر القرعه الخاصه بدوري ابطال افريقيا اللي اسفرت عن مواجهه اول اغسطس الانجولي مع مازيمبي كونغولي، طبعا حوريال الغيني مع النادي الاهلي المصري اللي نتمنى له باذن الله الفوز وتاهل دول الاربعه، الترجي التونسي في مواجهه قويه جدا مع النجم الساحلي التونسي، وفاق ستيفا الجزائري ايضا في مواجهه قويه جدا مع الوداد المغربي. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا كابتن عادلي واستاذ ابراهيم، ان ذهاب باذن الله في حال تاهل الاهلي الى دور الاربعه، الذهاب والنهائي هيكون المباراه الاولى في القاهره، يعني باذن الله الاهلي لو تاهل باذن الله الى دور الاربعه هيكون اول مباراه في القاهره، وباذن الله لو تاهل الى النهائي هتكون برضو اول مباراه في القاهره، يعني باذن الله الاهلي باذن الله هيجيب البطوله من خارج ملعبه باذن الله. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا حصلت النهارده، يمكن الناس كلها في لقط كتيره ان هوت في حصلت في اثناء القرعه، يمكن فريق الاول ما كانش فيه مشكله في اول السحب في اول اغسطس مع مازيمبي، ما كانش فيه مشكله خالص، تاني سحبه كانت الترجي التونسي مع النجم الساحلي ما كانش فيه مشكله ايضا، في السحبه الثالثه وفاق ستيفا الجزائري هنا حصلت المشكله، اتحط اسم النادي الاهلي المصري مع وفاق ستيف الجزائري. ولكن في السحبه الرابعه سحبت فريق حوريه الغيني. اتفاجئوا ان فريق حوريه الغيني كان في نفس مجموعه الوداد المغربي، فبالتالي مش هينفع، يعني الاهلي المصري مش هينفع ينزل مع الترجي التونسي في دور الثمانيه، الاثنين كانوا في نفس المجموعه، مش هينفع يقابلوا بعض في دور الثمانيه، ما ينفعش، فبالتالي كان هنا اللغط، هنا المشكله، فكان لازم الاهلي يلاعب حوريه الغيني ووفاق ستيفا الجزائري يلاعب الوداد المغربي. الجانب الجزائري اللي كان موجود بصدر رحب تقبل هذا، لان ما هو مظبوط، الجانب المغربي ايضا تقبل، النادي الاهلي كان موجود الكابتن محمد يوسف وكان موجود الكابتن سمير عادلي وحضر من مجلس ادارته طبعا كابتن رئيس مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، وحضر ايضا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وحضر رئيس اتحاد الكوره المصري الكابتن هاني بوريدا وكابتن حازم امام وكابتن احمد مجاهد يمكن والدكتور كرم كردي، كل الحاضرين في الجلسه ما كانش في مشكله، ما كانش في تعقيب، لان ده منطقي جدا. فانا بقول لحضرتك ان كان الغلطه كلها في الكمبيوتر. بعد الانهاء القرعه يمكن في الاتحاد الافريقي في مسؤول عن لجنه المسابقات طلع وضح وقال ان يا جماعه دي غلطه، ما ينفعش فريق زي الوداد المغربي يقابل حوريه الغيني، لان هما الاثنين كانوا في دور ال 16 اتاهلوا الى دور الثمانيه، فما ينفعش يقابلوا بعض، فبالتالي الاهلي المصري هيلاعب فريق حوريه الغيني يوم 14 و15 9، والمباراه الثانيه يوم 21 22 9، وباذن الله في حاله تاهل النادي الاهلي باذن الله هيلاعب الكسبان من فريق وفاق ستيفا الجزائري والوداد المغربي. يمكن دي كانت ابرز اللي حصل اليوم في القرعه، لو في اي تعقيب من الاستاذ ابراهيم طبعا او كابتن عادلي انا تحت امركم. شريف، هل اتكلمت مع حد من مندوب الانديه الثانيه سواء مندوب حوريا الغيني او مندوب النادي الاهلي في القرعه؟ طبعا اتكلمت مع الكابتن محمد يوسف مدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، قال لك احنا تابعنا الثلاث فرق اللي كان الاهلي متوقع يقابل حد فيهم، وطبعا فبالتالي تابع فريق حوريه الغيني، فريق الى حد ما فريق قوي يمتلك وسط ملعب قوي يمتلك خط هجوم قوي، وطالما تاهل الى دور الثمانيه يبقى فريق يستحق المتابعه ويستحق ان الاهلي يعمل له الف حساب. كلمت مع مندوب فريق الوداد المغربي الكابتن محمد طلال امين مال الوداد، اللي اتكلم بكل ثقه
وقال لك احنا هنفوز على وفاق سطيف الجزائري وهنقابل النادي الاهلي المصري، هنا بقى اللي هيكسب هو اللي هيكون موجود في النهائي. يمكن ده راي الكابتن محمد طلال، وطبعا تمنى فوز فريق الوداد. قال لك احنا كسبنا الاهلي الموسم اللي فات، فبالتالي يعني انا من حقي اقول وانت من حقك تقول طبعا ان الاهلي يكسب، ولكن انا بقول لك من دلوقتي اللي هيفوز من مواجهه الوداد باذن الله طبعا في حاله دول الاربعه والنادي الاهلي المصري هو اللي هيكون هو صاحب هذه البطوله. وايضا اتكلمت مع الكابتن عادل غيث امين سر فريق النجم الساحلي، لاني عنده مواجهه صعبه جدا مع الترجي التونسي. قال لك ديربي تونسي قوي جدا، جماهير اعلام، هيكون عيد في تونس، الكل بيعمل له الف حساب، ولكن باذن الله المباراه هتمر مرور الكرام وفريق النجم الساحلي هو الذي سيتاهل. يمكن دي كانت ابرز لقاءاتي اليوم بعد اجراء القرعه. شكرا جزيلا شريف شعبان موفد قناه الاهلي الى مقر قرعه دوري ابطال افريقيا. اصل في نقطه، وهو عشان كده هم معترفين بالخطا. بمجرد ما تبقت الاربع فرق دول كان لازم يعلن بدون قرعه ان الاهلي حوريا مع الجانب الاخر وفاق سطيف والوداد. ليه؟ لان ممنوع فرقتين كانوا في مجموعه واحده يلعبوا بعض. وهو اعلن ان ده في الاول، يعني حتى يبقى ما كانش في مجال، في خطا حصل في الكمبيوتر، لا ما فيش مجال لسحب القرعه. هو اللي غلط انت ما دام وصلنا لهذا الموقف يبقى خلاص حوريا اوتوماتيك مع الاهلي. فما كانش في مجال، ولما اتسحبت القرعه عملت المشكله بالظبط. لكن مشكله تفهمها الجميع، واللي عايز يكسب بقى ما هو لازم يكسب كل الناس. صحيح. يعني في الاخر يعني ما هياش الفروق اللي تخليك تقول يا ريتنا مع ده ومع ده، ربنا يستر. كنت بقول لحضرتك النادي الاهلي بيواصل ترتيبات انعقاد الجمعيه العموميه 28/9. حتى الان تلقت اداره النادي او اللجنه المسؤوله عن متابعه مشروع اللائحه 1000 مقترح. ده تفاعل كبير من الاعضاء الحقيقه، 1000 مقترح من اعضاء النادي حوالين مشروع اللائحه يا باشمهندس، في تعديلات اللجنه هو بس عشان نوضح للمواد اللي عليها اقبال. ال 1000 مقترح مش معناه 1000 فكره جديده. يعني ممكن مقترح واحد يجي فيه 50 والتاني 100 يعني في اتفاق. هم بياخدوا بقى اللي ياخد الاغلبيه بيتم التعديل على اساسه بشرط الله يتعارض مع القانون. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هيلتقي ايام 6 و7 و8 سبتمبر مع اعضاء الجمعيه العموميه في حضور اعضاء اللجنه المركزيه لمناقشه مشروع اللائحه والتعرف على مقترحاتهم واستطلاع ارائهم ل اللائحه قبل انعقاد الجمعيه 28/9. وانتم عارفين انه الموعد النهائي لاعلان مشروع اللائحه في الشكل النهائي ليها هيكون يوم 9 سبتمبر ان شاء الله. ده المشروع اللي هيكون جاهز للعرض. بمناسبه اللائحه بقى، دعني اكرر الاشاده بموقف بعض الناس اللي دأبت على اتخاذ موقف معارض باستمرار ولكنها تتعامل بموضوعيه في موضوع اللائحه شديده جدا. اللواء الحسيني أشاد أو هكذا سمعت أكثر من مرة، محمد الحسيني، إن قال منتهى الشفافية وأكبر قدر من المناقشات الشفافة وإجراءات غير مسبوقة. وهي فعلا إجراءات غير لما تشوف تتالي الإجراءات والخطوات اللي لحد النهاردة بتتخذ. أنت أعضاء مجلس إدارة كل يوم في قناة الأهلي بيشرحوا كل يوم. النهاردة كان استاذ خالد الدرندلي، قبليه الاستاذ محمد الجرح، قبليه الاستاذ طارق قنديل، وهكذا. فانت الدكتور مهند مجدي والدكتور مهند مجدي اعذروني يعني اذا كنت مش في الاسماء، يعني مش كل الاسماء يعني تبعته. انما اللي عايز اقوله ان هذا فكر مهم جدا، من خلال ادواتك واعلامك بتخاطب جماهير الاهلي، وهنا بتخاطب جماهير الاهلي مش الجماهير بشكل مطلق يعني، لان اللائحه هم اللي حصوتوا عليها، أعضاء الأهلي أقصد، تخاطب أعضاء الأهلي. فده كلام يحترم جدا، وأعتقد إن اللجنة لما تغربل وتحط، أنت جات لك اللائحة المطبوعة؟ لسه ما شفتهاش. أنا كلموني عنوانك أنا عزلت جديد، لقيت حد بعديها بثلاث أربع ساعات بيجيبها لي. حد البيت، أنا وكل الناس، مطبوعة طباعة شيك جدا ببعض التعديلات ولسه هيتعدل عليها. فأعتقد إن مجلس اداره اخذ بالاسباب زي ما بيقولوا. يعني هو ده الحوار المجتمعي، هو ده انك تقعد تناقش وبعد كده
كابتن الخطيب ومجموعه من اعضاء مجلس الاداره هيفوتوا على الثلاث مقار كل يوم في مقر ويقعد برضه مع الاعضاء حتى يجاوب على استفساراته بالنسبه للائحه، ولذلك واشعارهم بالمسؤوليه في الحضور. لذلك انا انت عايز 12500 يا سيدي باذن الله هيجي 20 باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. وهو ده التحدي بقى. ايوه تحدي الاعضاء الاهلي الذين ضاقوا بفكره ان هم النادي الكبير اللي ما بيمشي على اللائحه التنفيذيه او مشروع اللائحه بتاع اللجنه الاولمبيه لا يليق. فاعتقد ان هم في اهتمامهم وتقديم المقترحات ده معناه عايزين نيجي بقى عشان نقول احنا مهتمين بنادينا، احنا اللي هنحط دستوره، واتمنى ان نضرب الرقم القياسي في الحضور بالنسبه للجمعيه العموميه الخاصه، يا رب نتجاوز حتى الانتخابات ان شاء الله. الجمهوريه الدكتور فاروق العوه ده الشاشه الجمهوريه ردود مجلس الخطيب مرفوضه. والحقيقه الاعلام الرياضي دايما ما بتحكمه فكره اشمعنى الاهلي، يعني لما يحب يتكلم عن مشكله في الزمالك لازم يدور لها على حاجه في الاهلي علشان يحاول يبدو متوازن، مع ان المساله مش كده خالص. ممكن الاهلي تبقى فيه مشكله الزمالك ما عندوش هذه المشكله، او العكس الزمالك عنده مشكله مش بالضروره ادور للاهلي على اي مشكله علشان اسند بيها. نادي الزمالك عنده مشاكل، انعقاد جمعيه عموميه عليها خلافات كتيره، لجنه اولمبيه رفضتها، الوزاره قالت كلام، في النهايه في قصه كبيره قوي قوي وتحقيقات في النيابه مستمره وناس اخذت احكام او قرارات حبس، يعني في النهايه في مشكله كبيره موجوده. ربنا ينقذ نادي الزمالك من كل المشاكل ويمارس دوره الرياضي. مش بالضروره لما جورنان عايز يتناول شان الزمالك فيدور للاهلي كمان على اي حاجه. ده ما اتكلمش على الزمالك، ده اتكلم على الاهلي. على الاهلي. فقال لك اللجنه الاولمبيه قالت ان ردود مجلس الخطيب مرفوضه. الاهلي رقم واحد هو اللي كان طلب لجنه من وزاره الشباب والرياضه من ايام المهندس خالد عبد العزيز. لا بس هو قال تراجع الـ 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 الاموال الخاصه بالتبرعات للنادي، ويتاكد مسؤول هذه اللجنه انه أوجه الصرف كانت قانونية وسليمة وفي الاتجاه المراد ليها. جت اللجنة في عصر الدكتور أشرف صبحي ومشفوعة بأعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات، مارست دورها التفتيشي على أكمل وجه، خرجت بإشادات كبيرة جدا على دقة وسلامة الموقف المالي للنادي، وبعتت ملاحظتين للنادي. ملاحظة أنه النادي كان لازما ياخد تبرع، ياخد موافقه الاول على قبول تبرع اجنبي قبل ما يقبله، وقالت ان الفلوس الخاصه بمكافئات اللعيبه بتاعه الفوز بالدوري كان لازما تدخل حساب النادي عشان يتخصم الضرائب من عليها. طيب النادي رد قانوني بشكل بسيط جدا، وبعت الرد لوزاره الشباب والرياضه، والرد منطقي جدا ومتكامل. نيجي النهارده عشان نقول ان الزمالك فيه مشكله، يبقى ردود مجلس الخطيب مرفوضه. طب وده حصل ولا ما حصلش الاول؟ هل وزاره الشباب بعتت؟ ما اعلنتش الوزاره كده خالص. طيب الوزاره ده اعلنت ملحوظتين تم الرد عليهم بخطاب. لسه الوزاره ما قالتش. لكن على ما مراسل الجمهوريه يمكن له حد في الوزاره. هو ليه ما هو دي حط الاهلي قدام الزمالك عشان تخلص مشكله الزمالك. بس هي دي. هي دي رغم يعني ان الاهلي كان في حد في وزاره الشباب حاجه يعني بيسرب الاخبار دي. ما هو بتاع المراسل ده هيجيب الاخبار دي منين يا استاذ ابراهيم؟ من عنده؟ سهله جدا ان الوزاره تطلع تنفي. طب ما حصلش تعليق من عندنا، ما حصلش تعليق على الاقل. لكن يطلع يتقال ان وزاره الشباب قالت. مع انه الردين كانوا او الملاحظتين شكليتين والرد عليهم قانوني كمان، لانه الملاحظه الاولى انت ليه ما اخترتش الجهه الاداريه بقبول التبرع من اجنبي؟ النادي المنطق الشديد جدا ساعة قبول هذا التبرع كان المستشار تركي آل شيخ له قرار مجلس إدارة سابق أنه رئيس شرف النادي. فبالتالي على فكرة القرار ما زال يعني هو المجلس وانت عندك ما سحبوش. أنت عندك كمان أنت كوزارة عندك هو تنازل. بس أنا بس عشان إيه الحتة دي يعني الوزارة بعتت اللجنة. الوزارة تعاملت على أساس أن ملوش صفة دلوقتي. فاهمني؟ لكن انا وقت التبرع
كان له صفة الرئاسة الشرفية وكان ومجلس الإدارة مختارة بمحضر الجلسة اللي مثبت فيها ده. أجل مجلس الإدارة حط التبرع في 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 جلسة مجلس الإدارة ما حطوش. والمحضر ده راح الوزارة وراح فعلا الوزارة ولا ما راحش؟ بالظبط. ما هو ده الإختيار. صحيح. فهو ربما إن ده كان في عصر الدكتور إلا إذا كان في طريقة عزيز. لا إلا إذا كان في بقى طريقة هم عايزين يتم الإختيار بيها انا ما اعرفش، بس انا كمجلس اداره طالما ان انا بحط في قراراتي في مجلس اداره ببعتها لك. هو مين اللي كان اثار ديت؟ محمد سويلم مدير الشباب والرياضه في القاهره. قال ايه؟ هو اللي كان اثار هذه المشكله ايام المهندس خالد عبد العزيز. قال ايه؟ قال ان انا كجهه اداريه مركزيه ما اخترتش، اللي هو بعد كده خرج وبقى مدير نادي الزمالك او مسؤول نادي الزمالك. طيب ماشي، كلام مفسر نفسه. هنرد نقول ايه بس؟ ما هو الاستاذ محمد سويلم هو اللي افسد الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي وقال لك اصل الوزير امرنا. اما بقول له لماذا بتبني على باطل؟ قال الجمعيه العموميه كانت اجراءاتها غلط. قلت له ما قلتش للوزير ليه؟ قال على الهوا وانا مع الاستاذ ابراهيم فايق. قال انا بلغت الوزير والوزير اصر انها تتم الانتخابات. طيب طيب ايضا الاهرام المسائي، الاهلي يتضرر من شيء وبيقول ان في 6 لاعبين في الاهلي طلبوا المشاركه في المباريات بسبب تجمعات الفراعنه، واكرامي ومروان يقاتلان من اجل العوده. مبدئيا مروان محسن رجع المنتخب بعد اصابه احمد حسن كوكا، الجهاز الفني للمنتخب استدعى مروان محسن فما فيش مشكله. لكن الفكره انها ما هياش ازمه وما هياش تضرر، شيء طبيعي انه جهاز المنتخب يطالب او بيضم اللعيبه اللي جاهزه دلوقتي، اللعيبه اللي بتلعب. كل مدرب له طريقه، في شفنا قبل كده مدربين للمنتخبات بياخدوا لعيبه ما بتلعبش، بس كل واحد له طريقه. الخواجه المكسيكي اللي في المنتخب مع كابتن هاني رمزي شايفين انه الافضل ضم اللعيبه الجاهزه، كون ان اللعيبه اللي في النادي الاهلي زي شريف اكرام او غيره ما بيشاركش في المباريات فهيبعد. ما فيش حاجه اسمها ان لازم اتشرط على النادي، عايز العب عشان ارجع المنتخب. مين اللي اتشرط؟ أجيري؟ لا لا، بيقول لك اللعيبه بيقول لك شروط أجيري. ما هو بيقول لك شروط أجيري ان انا مش هضم الا اللي بيلعب. الله، طب ما هو ضم اهو. ضم مين؟ على فكره مروان محسن بيلعب، مين قال انه ما بيلعبش؟ هو ما حدش قال انه لازم يلعب 90 دقيقه ويلعب كل مباراه، بيلعب الراجل بيلعب. بالظبط. عموما دي نهايه فقرتنا الخبريه. كابتن محمد يوسف كان حاضر حفل القرعه، ابدا وجهه نظره في مواجهه حوريا كوناكري الغيني، هنشوفه مع الزميل شريف شعبان ونطلع منه على فاصل، وبعد الفاصل نشوف انه حقا عالم الشناقيط. يمكن النادي الاهلي بيلعب اول مباراه مع حوريا الغيني يوم 14 و15 والعوده يوم 21 و22، شايف القرعه ازاي يا كابتن؟ بص، ابتداء من دور الثمانية الفرقة كلها قوية، فانت سواء حرية كوناكري او بريمير دو اجوست اللي هو فريق بطل انجولا ولا وفاق سطيف، احنا مستعدين. هدف النادي الاهلي البطولة، داعينا عليها، فطبعا اكيد هتقابل فرق قوية ابتداء من دور الثمانية. كون ان ممكن الى حد ما يعني بعض الاخوة متصورين ان حرية كوناكري فريق ضعيف، لا، فريق قوي وفريق عنده امكانيات كويسة جدا واحنا بنحترمه بشكل كبير. انما طبعا النادي الاهلي دائما بيعينه على البطولة، يمكن وصلنا سيمي فاينل في بطولات كتير، وصلنا فاينل في بطولات كتير، كسبنا القاب، لكن في النهايه النادي الاهلي دايما بيعد او بيفتكر، او جمهور النادي الاهلي بيفتكر البطولات اللي كسبها النادي الاهلي. مفيش حاجه سهله، انت طبعا عشان تكسب لقب بطل افريقيا لازم انت هتقابل فرق قويه، واحنا مستعدين. طبعا عندنا شويه اصابات، لكن اكيد دي هيحصل لها استشفاء وهيحصل لها رجوع ان شاء الله للفريق، ونتمنى ان شاء الله ان احنا موفقين. كل تركيزنا دلوقتي اهم حاجه في مباراه حرية كوناكري ان شاء الله.
الاسم الجديد علينا في مصر يمكن ما سمعناهوش قبل كده هو النادي الاهلي، متابع من فتره الثلاث فرق اللي كان ممكن طبعاً. متابعين الفرق، وعندنا يعني ماتشاتهم في دوري المجموعات بتاعتهم، فطبعا صعدوا تاني برصيد 9 نقاط، وعندهم فرقه كويسه، عندهم الهداف بتاعهم مندلة، ففرقه بتمتلك عناصر كويسه. طالما تاهلت لاقوى 8 فرق في افريقيا اكيد فريق كويس، احنا بنحترمه اكيد طبعا هنتفرج عليه. يعني احنا كنا الاول بندرس المجموعه بتاعتنا، مركزين في مجموعتنا، الحمد لله صعدنا، فدلوقتي هنبدا نركز على حريه كوناكري ونبدا ندرسه بشكل مكثف على اساس ان احنا ان شاء الله ابتداء من المباراه الاولى نكون جاهزين ان شاء الله. يوسف، جماهير الاهلاويه بتعقد امال كبيره على بطوله افريقيا. ده اكيد طبعا، النادي الاهلي السنه اللي فاتت يمكن وصل فاينل لكن ما وفقش قدام الوداد، رغم ان لعبنا كنا الاحسن. السنه دي ان شاء الله هدفنا البطوله، ونتمنى ان شاء الله نكون موفقين، بس اهم حاجه ناخد ماتش بماتش او خطوه بخطوه. فاهم حاجه احنا تركيزنا دلوقتي في دور الثمانيه ان شاء الله ان احنا نصعد يعني ان شاء الله. اخذنا ملف التحكيم خلاص. بص انا مش هتكلم على الموضوع ده لان طبعا احنا كلنا شفنا امبارح اللي حصل، لكن انا عايز اقول ان احنا بنلعب موسم استثنائي والدوري لسه قدامه فتره طويله، فلازم يبقى في تركيز من كل الاطراف بتاعه المنظومه، لان امبارح شفنا باجماع المحللين والبرامج كلهم والاستوديوهات كلها، لكن في النهاية احنا خلاص حطينا الموضوع ورا ظهرنا وبنفكر في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. ده كان لقائنا مع المدرب العام لنادي الاهلي ومدير الكرة الكابتن محمد يوسف. الان اعود للاستوديو، اتفضل. عايز تعرف انت ايه حكاية الشنقيط؟ ايه حكاية الشنقيط؟ انت صممت على العنوان ده؟ هقول لك ليه. هو الحقيقه استوحيتها من الكابتن سيد في الحلقه بتاعته. لان كابتن سيد لمس نقطه مهمه جدا، انا كان بيني وبينه طول عمرنا مش دعابات، انما كنا نحب الفلسفات اللي في الافلام وخصوصا الافلام الكوميدي بتاعه زمان. فكل جمله كان بتدينا شخصيه معينه من الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك كل يوم. فكنا مثلا وهنشوف النماذج دي، اللي عايش في الوهم واللي يقعد يهابر ويعامل نفسه بطل وهو مش بطل ولا حاجه، ولحد ما ينجذب ويفضل يأوحك لحد ما يصدق نفسه وفي الاخر يبقى زي النموذج اللي هنشوفه. انا مش هقولهم لك تبعه. النموذج الثاني الاونطاجي اللي عمال بنته حلوه وعمال بيوعد مش هتلميني على فلانه، اكد لسيادتك هتشوف الكلام ده، فده بيوعد وهو مش ناوي ينفذ. إذا هذا نوع من النصب الفهلوة عشان ياخد اللحمة وياخد الخضار ويعشم كل واحد. النوع الثالث اللي هو ما عندوش حاجة، ما حبتوش حاجة، لكن فنجري وناس بتقول له إيه عشان المزار، يقول لك خد مش عارف إيه، خد إيه، هتشوف النماذج دي. فنجري البق ده اللي هو مش هينفذ حاجة وما عندوش حاجة بس مش نصاب. وبعدين هتشوف النموذج المفتري والنموذج الجبار، وبعدين تكتشف ان اللي يخضع عليه نموذج ثالث راجل ورع تقي. ها هتشوف الثلاث نماذج، مثلا اللي اتجند وتعاتى عشان يعيش في يتقمص دور مش بتاعه، والجبار المفتري اللي نهايته كانت على ايدين الراجل الورع الحليم، لكن لما غضب لانه عنده حق بمجموع الناس اللي مصدقاه قدروا ياخدوا على هذا الطاغيه أو هذا المجرم الجبار. فأنا لقيت في فيلم مثلا شيء من الخوف ثلاث نماذج. تحب تشوفهم؟ نشوفهم ولا نجيب سيد الأول يقول لنا إيه حكاية الشنقيط ده إذا كان جاز معاكم؟ لأن هو هيعرض الأول شوارب الشنقيط دي من إبداعاته، لكن الحاجات دي أنا كنت قايلها لكابتن سيد وعجبته. طيب دي نماذج عاملة زي أحمد رجب كاتبنا الساخر الله يرحمه. أيوة. لما استحدث هذه الشخصيات اللي كل شخصيه فيها عبر عن نمط سلوكي مستشرف المجتمع. عباس العرسه كتير قوي عايش بين الناس، عزيز بالقليط كتير قوي عايش بين الناس، حتى كل اللي لو تفتكروا كل الشخصيات اللي استحدثها احمد رجب وابدعها الفنان مصطفى حسين برشته رحمه الله على الجميع،
كانوا بيعبروا بيها عن واقع مجتمعي وسلوك بشري موجود. تقدر تقول ايوه طبق عليه الحكمه دي بالظبط. طب ما هي الفقره دي هدفها كده، لان دي هتفسر الفقره اللي بعديها. طيب هفكرك، هو السيد عبد الحفيظ قبل ما نرجع لشخصيات المهندس عادل القيعي اللي ابتدعها من واقع الكلام، خد بالك احنا مش في نادي السينما، الكلام ده له انعكاس رياضي فلسفي شويه على الفقره اللي بعديها. فنشوف الاول الكابتن سيد عبد الحفيظ، يا له من شنقيط. ملك وكتابه، بحيي كابتن عادل القيعي جدا، استاذ ابراهيم جدا، ثلاث ساعات دسمه حلوه قوي قوي قوي، بحييكم طبعا، ودي شهاده من اخ اصغر يعني. لكن نروح لحاجه ثانيه تجرنا، ان اللي يقول لك انتوا نادي محترم، انتوا نادي هايل، انتوا نادي منظم، انتوا نادي عندكم اداره محترمه، عندكم محمود الخطيب، عندكم نجوم واساطير، عندكم كابتن حسن حمدي، عندكم مختار التتش. مختار التتش على فكره عمره ما كان عضو مجلس اداره ولا عنده حاجه خالص في كابوزيشن كبير قوي قوي قوي. انت بتتكلم في نطاق الكوره يعني، عندكم طارق سليم، كابتن طارق سليم، عندكم كابتن صالح سليم، عندكم قامات، عندكم ناس كتيره جدا جدا من الناس في الكوره كبيره جدا، تشيله تحطك على عيني وعلى راسي. عارفين لما يقول لك كده، على عيني وعلى راسي على طول، وتتكلم معاه وتاخد يعني معاه يعني صفحه حلوه جميله كده، وناخد وندي مع بعض في الكلام، وده الاحترام وده الادب وده احترام الاخر والمنافس، وبالعكس كمان، ده انت لو في ممكن يبقى في مساعده يبقى في مساعده، يبقى في تعاون يبقى في تعاون، لان في تقدير ما بيني وما بينك. لكن اللي يجي يقول لك انتوا بتكسبوا بالتحكيم، قول له يا لك من شنقيط على طول. اللي يقول لك انتوا ما تستحقوش تاخدوا دوري، قول له يا لك من شنقيط على طول. اللي يقول لك انتوا مش ابطال القرن، قول له يا لك من شنقيط على طول. يا لك من شنقيط على طول. يعني ما تضيعش وقتك وما تزعلش وما تتضايقش. يعني هي الامور كده بسيطه هاديه بالراحه من غير دايما اي انفعالات. اقرا لنا بس يا استاذ ابراهيم البيان المهم جدا اللي جاء في هذه اللحظه. طيب هنرجع لشخصيات الشناقيط، كيف ابدعها المهندس عدلي من خلال الذاكره السينمائيه الفنيه اللي عنده انعكاسا على الواقع الرياضي. وهنشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ وشقاوه شناقيطه برضه. لكن جاءنا الان بيان مهم من مجلس اداره النادي عقب الاجتماع. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اصدر بيانا عقب اجتماعه مساء اليوم، يؤكد فيه على رفضه القاطع للاخطاء الفجه التي ارتكبها طاقم وتحكيم مباراه الاهلي الاخيره في الدوري. وتمسك خلاله المجلس بحقوق ناديه، وطالب اتحاد الكره باجراء تحقيق عاجل واعاده الامور الى نصابها الطبيعي، حرصا على استكمال المسابقه والعداله بين الانديه المتنافسه. وجاء نص البيان كالتالي: مجلس اداره النادي الاهلي وهو يؤكد على تعاونه الصادق مع كافه عناصر المنظومه الكرويه ومن بينها الحكام، دعما للاستقرار وترسيخا لمبدا المنافسه الشريفه، اذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، والتي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني. ومجلس الإدارة لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، ويطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شؤون اللعبة بالآتي: إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة واستبيان الحقيقة واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة، إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية، أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيق تقنية الفيديو الفار لمواكبة الكرة العالمية، تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف الفير بلاي الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهته. ويؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد، حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري،
حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكام أجانب يتحمل النادي تكاليف الاستعانة بهم. مجلس إدارة النادي الأهلي. بص يا سيد إبراهيم، أنا كنت بقول لك بعد ما نقرأ البيان خليه في حينه. أنا هستأذن السادة المشاهدين، وده أول مرة إن إحنا نأجل الفقرة اللي إحنا بنتكلم فيها دي إلى الفصل القادم، ونخلص فقرة التحكيم لأن لينا فيها لقطات مهمة جدا تدعم هذا البيان وتوضح، لأن ده كان أحد المطالب اللي كان نفسنا نطالب بيها من خلال السرد اللي كنا هنقوله في الأحداث. معلش عدل معانا، إحنا هناخد الفقرة بتاعة فين بقى؟ الإنتاج. هي موجودة في الإنتاج؟ أنت عايز المباراة التي أسقطت ورقة التوت؟ ولا المباراة التي أسقطت ورقة التوت. إذن استنى بس، من أول الفيديوهات بتاعة أخطاء التحكيم. لا طب أنا هستأذنك في ناخدها كلها؟ أنا هستأذنك. طب ناخدها بقى عشان في معالجة ده فنية. كلام مهم جدا، والبيان ده بيجبرنا أو بيلزمنا، لأن كنا هنطالب في نهاية الحلقة إن يا رب يكون في قرار بيطلب التحقيق. والحقيقة سبقنا مجلس الإدارة في تحقيق رغبة موجودة على مستوى الشارع المصري. طيب أصبح الأمر لا يطاق. ناس كتيرة قوي زعلت من اللي حصل امبارح، وإحنا أجلنا شخصيات الشناقيط وإبداعات المهندس عدلي وشقاوة السيد عبد الحفيظ. الفقرة الأخرانية إذا في معادلة هتستمتعوا بيها بعد شوية، لأنها فعلا ممتعة. لا الشناقيط هم اللي عملوا لنا كده، هم اللي وصلونا انه امبارح جمهور كتير جدا بات زعلان. والله في حد قال لي انا غضبت مراتي بعد الماتش، وواحد قال لي ابني شكري عبد الحميد صاحبنا ابنه جات له حاله، يعني بيقول لي في سته ابتدائي في الماتش ده. استاذ ابراهيم احنا ليه قلنا اسقط ورقه التوت الاخيره؟ لان في حالات تحكيميه يجيب لك الخط ويقول لك الشراب والجزمه والودن والايد والكلام ده. ما حصلش اجماع في كل استوديوهات التحليل، حتى الاستاذ خالد لطيف قال لك مباراه سيئه وتحكيم أسوأ. انت عارف على حته التحكيم يا باشمهندس، يعني تعدت حته التقديريه لا 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 وصلت الى العمد، ما فيش فيها فصال. بالظبط لما واحد حاطط ايده على ركبه زي الحكم الخامس ده وعامل نفسه انه بتشوف ايه، عامل نفسك مهتم ورايح جاي يمين شمال. هنشوف الحاجات دي كلها. انت بتضحك على مين؟ ده في حاجه انيل في الاهلاوي الجميل الاسكندراني الدكتور هاني عازر، راجل كبير كلمني قال لي في الخمس دقائق الوقت اللي محتسب بدل ضايع انا استخدمت الستوب واتش دقيقتين ونص. قال لي بعد الدقيقه الاولى اللعب وقف لمده دقيقه و33 ثانيه. لا وفي ناس حسبتها دقيقتين وشويه. قال لي الحكم لما صفر حسب خمس دقائق، صفر في الدقيقة الرابعة و56 ثانية، ما استناش لغاية لما الخمس دقائق يكملوا، يعني حتى الوقت ضاع. ساعة أربع ثواني يعني، إنما أنت ما هو مش أربع ثواني، ما أنت ضايع دقيقتين. مش ضايع دقيقتين، وكان في الأربع ثواني دول يقول لك هو صفر ليه؟ لأن كان في حالة طرد لازم بتاعة الكوع اللي خده ميدو جابر. أيوه وكان مرمي في الأرض ما بصش عليه وراح مصفر. فهي ديت اللي شنقطت الشناقيط. لا يعني دلوقتي خلينا هقول لكم الفقره دي مهمه، خليكم معانا. اللي حصل وادى الى هذا البيان المهم جدا لمجلس الاداره اللي هنقف عنده تاني. الاهرام المسائي خرج النهارده بيقول الاهلي ينزف بفعل فاعل، تعادل مع الانتاج سلبيا في ليله سقوط صافره نور الدين. أخبار الرياضة قالت ابن الأهلي يعرقل كارتيرون على قمة الدوري في الإشارة للكابتن مختار، نور الدين والمصابين قلبوا الموازين. يلا كورة كان عنوانها الإنتاج يعرقل الأهلي في لقاء الأخطاء التحكيمية. موقع في الجول قالت وسط جدل تحكيمي الأهلي يحتفظ بصدارة مرة بتعادل ضد الإنتاج. استوديوهات التحليل فيما بين الجانب الفني والجانب التحكيمي، البداية في النيل للرياضة والكابتن ضياء السيد. الأهلي غير موفق والأهلي وحش فنيا، يعني وحش فنيا على المستوى أداء الفرق الجماعي وعلى المستوى
90% من الافراد اللي موجوده جوه الملعب، يعني على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. لازم هنا نفصل يا كابتن بين ان احنا نحلل اداء الاهلي فنيا واداء الانتاج فنيا، وان التحكيم اداؤه سيء جدا، سيء جدا في كور سهله جدا، لكن بالنسبه للاداء الفني لا، انا انقد النادي الاهلي اداؤه فنيا، لكن في قرارات مؤثره على النتائج، ممكن العب وحش وفي النتائج واكسب صح في صح عادي. في قرارات مؤثره، فعشان كده انا بقول انه التحكيم سيء سيء سيء، لكن اداء النادي الاهلي سيء فنيا على المستوى التكتيكي وعلى مستوى الافراد. الكابتن ضياء السيد اثار نقطه ناس كتير اتكلمت فيها، الاهلي مش هو الاهلي على فكره، النتيجه بتحكم وجهه النظر. لو اتحسب لي ضربه الجزاء، وعلى فكره في اشاعه، انا ما حضرتش المباراه لكن في وقت اتقطع فيها الارسال، قالوا جه جون واتلغى الازارو، ما اعرفش حقيقه هذا الامر ولا لا، لكن وانا جاي على الاستوديو حد اكتر من حد كلمني في الموضوع ده من اللي حضروا المباراه، هل ده كلام ممكن يكون؟ لا، هنعتبر اللي شفناه على الشاشه هو الحقيقه. ضربه جزاء لا تحتمل التفسير والتاويل، وهنجيب ضربه الجزاء دي ساعه ما نيجي نحللها، لانها بتفكرني باتينا 2004. هقول لك ازاي، انتوا مجهزينها طبعا، طيب في حينها عشان ما بوظ السياق اللي محطوط هنا، بس عايز اقول في كلام الكابتن ضياء، هو انا لان كلام عن سوء اللعب يا استاذ ابراهيم، ما بقاش انا طالع بكل هذه المظلوميه الفظيعه المؤكده، ليا كره في العارضه، ليا ضرب جزاء، ليا هدف ملغي، ليا اوفسايد اخر مش اوفسايد، ليا صفاره تحكيميه متحيزه، وبعدين في النص كده راح ايه متجاوز لك عن ايه انذار للاعب الاهلي ممكن يحتمل الطرد، ها عشان يبقى ايه يغطي ده. بالعكس بقى، ده دي اللي كشفت ورقه التوت، عدم انذاره لشريف اكرامي الشناوي، لشريف لمحمد الشناوي، اسف لمحمد الشناوي، وان هو يعني يتساهل، ما هوش من باب ان هو يعني الحكمه، من باب الشعور بان انا مزودها ومش هقدر ازودها اكتر من كده. وانا في الحته دي قلت لك ان في النادي، لما نيجي بس لابراهيم نور الدين، لان دي فقره لوحدها. خلينا نمشي في بقيه السياق بسرعه الفني، عشان ابراهيم نور الدين هنتوقف معاه فتره طويله. طيب نشوف الكابتن عبد الظاهر السقا في النيل الرياضه. اداء اللعيبه السيء من الفرقتين، مش فرقه واحده بس، خاصه النادي الاهلي طبعا، لان هو اللي عليه سبوت وهو بطل الدوري وهو الفرقه الكبيره، فاداء اللعيبه السيء هو اللي باين دور الحكم انه سيء جدا، وهنتجه كلنا والجمهور هيتجه ان الحكم ظلمنا. لازم المسؤولين كمان عن النادي الاهلي ما يفكروش كده، النادي الاهلي لازم يفكروا في حل. السياسه لازم تشوف حل، خاصه انت عندك، انا شايف ان النادي الاهلي اكتر واحد مستفيد من الـ من الـ من الاجازه اللي جايه ديت، يعيد اوراقه ويعيد لعيبته، اللعيبه المصابه ترجع، والكارتيون لازم يصمم على طريقه واحده، حتى لو هيستغنى عن لعيب مثلا زي ناصر ماهر، لان عنده قرارين، لا يلعب صلاح محسن ويلعب 4-4-2، لا يلعب ناصر ماهر ويلعب 4-2-3-1. لازم نعرف لعيبه تعرف. هو زنق نفسه في الاختيارات دي بالظبط، هو زنق نفسه، لكن في مليون حاجه. واللي مساعده على ظهور الوحاشه حاله اللعيبه السيئه، حاله اللعيبه السيئه. طيب كابتن عبد الظاهر بيتكلم على انه الاهلي يقدر يستفيد في خلال فتره التوقف، بس هيستفيد ازاي مع الدوليين رايحين المنتخب الاول والتانيين رايحين المنتخب الاولمبي؟ نشوف تامر عبد الحميد في النيل الرياضي. خلينا نتكلم ونقول ان مع اخطاء فنيه فادحه زائد اخطاء تحكيميه اكثر فداحه زائد اجتهاد كبير من لاعبي الانتاج، الثلاثه دول جنب بعض يساووا تعادل. النادي الاهلي سوف يعاني في المباراه النهارده، وهذا ما ايه ما حدث، بل ازيد وهقول لك ان النادي الاهلي هيعاني لسه فيما هو قادم من لقاءات، لان انا قلت لك وقلت ان النادي الاهلي لما جاي يعمل قايمه السنه دي، واتفق معايا الكابتن ضياء بشكل كامل
100%، والكابتن عبد الظاهر اتفق معايا بنسبه كامله ان قائمه النادي الاهلي السنه دي ليست الافضل من المواسم اللي فاتت، ويمكن اداء النادي الاهلي في الخمس لقاءات اللي اتلعبوا من عمر الدوري العام انا واثق ومتاكد 100% ان هو لا يرضي طموح جماهيره بشكل كبير. مش هو ده النادي الاهلي، مش هو ده النادي الاهلي اللي بينزل في اي وقت انت عارف انه قادر على المكسب حتى في الاوقات اللي بعد الدقيقه 90. النتائج بتحكم وجهات النظر استاذ ابراهيم، تاني وتالت ورابع، الكل يؤكد ان مش ده الاهلي، وانا بقول لك ان مش ده الاهلي، وطبيعي جدا ان مش ده الاهلي في وسط تلاحم ماتشات وعمال بتنقل من الماتش ده للماتش ده للجو ده للجو ده، وانت لسه في بدايه الموسم مع مدرب جديد وطاقم جديد ولاعيبه بتاخد فرص لاول مره، لازم يحصل هذا الارتباك. ولكن لما في ماتش الاسماعيلي يتكرر الامر، ضربه جزاء وهدف ملغي صحيح، ويجي النهارده ضربه جزاء في ماتش الانتاج وهدف صحيح، اربعه بونت كان يخلوك بعيد قوي عن اي حد، وتقعد تتكلم بقى ساعتها على ايه انفراد الاهلي بالقيمه وده الاهلي وبمنحدر والكلام ده. امبارح انت لو خدت حقك تطلع كسبان على الاقل 2-0، ولو الجون المبكر ده جه ها واتحسب كان ممكن شكل اللعب يختلف. ضربه الجزاء لو جت في اللي هي في اول 10 دقائق كان الماتش هيتفتح زي ما حصل في ماتش الزمالك، ماتش الزمالك خد ضربه جزاء فتحت له الماتش، وبعديها على طول جون في كلام في نفسه، الجون الثالث اوفسايد. ما حسبش الانبي ضربه جزاء واضحه. وما حسبش الانبي ضربه جزاء. والنتيجه 0-0. وبعدين نقعد نتكلم هنا اداء رائع طبعا لان النتيجه كبيره، وهنا اداء سيء لان تحكيميا سهلت. لكن في الفكره التحكيم هنا ساعد والزمالك كان في حاله كويسه على انهيار انبي امام الزمالك، كان مفتوح جدا لدرجه ان الراجل اخر كوره بيجلي. ليه ما ناخدش بالنا كمان من غيابات مؤثره؟ يعني انت جونيور اجاييه مثلا مش عايزين وليد سليمان احسن اللاعبين طبعا فاهمني؟ طبعا حسام عاشور يعني انت برضه يا سيدي ومعلول الله وانت بتتكلم ثلاث لاعبين مؤثرين في غيابات مؤثره، لكن انا بتكلم كمان النتيجه رغم كل ده ورغم ان الاداء مش في الذروه بتاعته وان الجماعيه لن تتحقق بالسهوله دي في يوم وليله، اداء الاهلي الجميل ظهر في الدور الثاني، في الدور الثاني صحيح اللي كنا بنقول الموسم الماضي، الموسم الماضي بعد الاهلي ما استقر وثبت فرقته وكل وصل لقمه لياقته كان بيخلص على فرقه بفارق اللياقه. طيب نشوف في اون سبورت الكابتن حازم امام. كابتن مختار ابتدى صح، كارتون ابتدى غلط. نعم كارتون نهى صح، كابتن مختار نهى بشكل سيء شويه بس خد النقطه، خد النقطه بس. نعم. يعني ما لعبش بالشكل اللي دايما كان الانتاج، يعني ضغط كتير قوي على الانتاج، وفي عارف يا كابتن لو انت مش عارف تستلم او ما فيش مساحات اقول لك الاهلي ضاغط، لكن الاهلي ضاغط لكن في ظهره مساحات وطلعت كذا. نعم. مره. نعم. بس اللعيبه ما تعرفش تنفذ، ودي مشكله ان انت بتبقى دي هي روحك الكره دي. نعم. تبقى هي واحده بتطلع في الماتش او اثنين فبيجي لك كذا فرصه ونفس الكلام نفس. نعم. التنفيذ متكرر، وبالتالي يعني كارترون ابتدى غلط تماما. وده اللي اتكلمنا بين الشوطين، او انا يعني هتكلم عن ان انا قلت حاجه ايه الثلاثه اللي تحت الفيرود بشيل. نعم. جدا. نعم. مش كده غيرهم النهارده، مظبوط الثلاثه اتغير. نعم. وسليم النصر ونزل مؤمن ونزل. نعم. انا بصراحه ناصر انا بصراحه مؤمن من اللعيبه اللي بيخوف يعني دايما يخوف. طب. يعني ما تعرفش هو ساعات الماتش كان على سيتي حالته افضل حقيقه، فانا اشوف اي. نعم. حاله هو حتى لو وحش جدا بس بيتحرك دايما جوه ال 18 بيتحرك دايما اوف يعني ناحيه الجون ما بيبعدش كتير، ما بيروحش يضيع وقته في اليمين والشمال وكروسات ما تلوش. نعم. بيعمل اوفر لكن دايما رايح مكمل كراس حربه تاني، فدايما بشوف ان مؤمن لازم يكون موجود في الملعب. ان كان من اول ماتش او في اوقات كتيره جدا التغيير ميدو جابر كان كويس جدا جدا جدا. لكن برضو عايز اقول لحضرتك حاجه، الاهلي طبعا الشوط الثاني احسن بكتير، استحواذ اكتر، سيطره اكتر، وده طبيعي. نعم. للنادي الاهلي لما بتلعب فرقه بتبقى دايما في ثلث ملعبها الاخير خصوصا هجماتها المرتده ضعيفه، لكن برضو مهمه يا كابتن الفرص اللي جات الاهلي الشوط الثاني ايه؟ نعم الكروس اللي هو ايوه بدات الكراسات تبان شويه الشوط الثاني. نعم. العرضيات ابتدت تبقى. نعم. في ايمن اشرف وفتحي بقوا مزقين بيستلموا من بعد نص. صحيح. الملعب ده اللي بنتكلم عنه، انت لو فرقه عايزه تعمل استحواذ لازم الباكين يبقوا قاعدين نص ملعب وده اللي حصل الشوط الثاني. ده اللي حصل الشوط الثاني وكان في جبهتين، يعني مؤمن لما كان بيلعب ناحيه الشمال مع ايمن اشرف كان في شغل جامد، ناحية الثانيه فتحي لما مال عليه ميدو جابر بقى في بنشوف فتحي عدى كتير قوي في نص الملعب، فده كان اعتقد كان لازم يبتدي بيه راجل. طيب ده راي الكابتن حازم امام عن بدايه التشكيل
مع كارترون مقارنة بالكابتن مختار، ثم تأثير التغييرات هنا عن هنا. نشوف بقى بحسة الهداف الكبير عماد متعب شاف اللي حصل ازاي. لازم اسألك عن صلاح محسن، يعني كل الامال بتبقى معلقة عليه وورقة رابحة في دكة البدلاء. يمكن اللي نزلوا النهاردة أدوا بشكل جيد، أدى ميدو جابر بشكل جيد وأدى مؤمن زكريا، لكن هناك علامات استفهام عن صلاح محسن أو على صلاح محسن. صلاح محسن بالنسبة لي نزول، أنا طول الوقت عندي مشكلة في فكرة إن اللعيب اللي ينزل في الشوط الثاني يبقى هو اللي هيخلص كل حاجة. دي بتحط على اللعيب ضغوطات كبيرة جدا جدا يا كابتن شوبير. نعم. والمباريات في الشوط الثاني عامة بتكون أصعب من الشوط الأول. نعم. طبعا الانتاج الحرف في الشوط الاول كان شويه بيهاجم، شويه الخطوط ممكن تكون مفتوحه بشكل مش كبير لكن مفتوح. فانا طول الوقت بشوف ان الشوط الثاني اصعب من الشوط الاول طبعًا. بالنسبه للفرق النتيجه 0-0 اللي بتكون عايزه تخرج بنتيجه ايجابيه 1-1 لو فرقه عايزه تهاجم خلاص بيبقى الماتش ممكن يتفتح اكتر في الشوط الثاني. المباراه كانت في الشوط الثاني بالنسبه للنادي الاهلي، ان الاهلي ادى الشوط الثاني احسن من الشوط الاول. نعم. ويمكن دي النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها في الـ في الـ في بدايه المباراه، النادي الاهلي بدا غلط. كابتن حازم قال النادي الاهلي بدا كلنا اجمعنا على ده بالظبط. مش في كل المباريات هتلاقي حلول، مش كل المباريات بالظبط، مش كل هتلحق نفسك ده صعب جدا. انا لازم ابدا من الاول علشان انهي كويس. مش كل الفرق هتقدر ترجع قدام. الشيخ طه، احنا ليه مش هنعلق كتير؟ لان المهم هو اللي هيجي بعد كده. الشيخ طه هيقول ايه؟ لكن احنا بندور الان ليه ما كسبش وهنتغاضى عن دي، لكن تمام. فعلا نتغاضى عنها لان برضه انت المفروض لما يبقى عندك تفوق يسمح لك. لان لو نقول ما تحسبلكش يبقى عندك تفوق. لكن انا شايف انه فريق الانتاج الحربي في الشوط الثاني لعبوا جيم دفاعي جامد. هم كلهم شراع جدا، الافارقه كانوا بيساعدوا في الكرات العاليه العرضيه بيرجعوا فيها، حتى اللعيبه اللي في نص الملعب عندهم برضو امكانيه في بعض الاوقات في الاستحواذ اللي هو برضو يضايق النادي الاهلي اللي هو عايز يهاجم باستمرار. هم برضو بيمسكوا الكره في بعض الاحيان، بيحاولوا يلعبوا كرات طويله لكن ما كانتش بتنجح. انما مع الضغط الكبير اللي عمله النادي الاهلي ومع التغييرات اللي تمت فيه، اعتقد النادي الاهلي كان مسيطر الى حد كبير جدا. انما برضو في هناك مسحه من الرعونه في استغلال الكرات اللي بتيجي قدام الجول سواء بره ال 18 او داخل ال 18. بدلك في الكوره اللي عملها ميدو جابر في العارضه برضو. نعم. دي غريبه جدا. نعم. تألق عامر هايل بالظبط. وبدلك عامر عمل جيم كبير جدا. طبعًا. وبدلك برضو بالنسبه للحكام. نعم. ان هم برضو كان ممكن انك انت بس خلينا نقول بصراحه كابتن طه والسؤال لحضرتك والكابتن حازم والكابتن عماد، التحكيم من بدايه الموسم محتاج وقفه. يعني اول اسبوعين كان سيء وبعدين اتعدل وبعدين بدا تاني. شوف يعني بشكل النهار سيء النهارده المشكله ايه؟ المشكله انك انت بتلتمس العذر لو اللعيبه لو اللعبه صعبه او قريبه في الاوفسايد يعني كلوز قريبين بعض. انما ضربة الجزاء قدام الحكم الرائع الخامس موجود واقف قدامه بالظبط. وبعدين حتى لو واقف على كيلو باين واضح ان الراجل جايبه مصارعة او جايبه فيها. كان لاقع في الحكم منها. هي دي كانت المشكلة زي ما الدكتور طه قالها. انت ممكن تلتمس العذر في اخطاء فردية انه في حد كان قافل زاوية الرؤية، في واحد واقف خلى الحكم ما يشوفش بشكل كويس. لكن الاخطاء اللي احنا هنشوفها الاعمى يشوفها. يعني لو في حد بينه وبين حدث 30 سنتيمتر يا دوب لازم يحس بيها، لازم يشوفها، وده حكم. دي اللي كانت غريبه جدا، ودي اللي خلتنا نقول ما حدث تعدى مساله شبهه التعمد، تعداها بشكل واضح جدا. هنشوف دلوقتي محلل استاد النيل في النيل للرياضه شافوا التحكيم ازاي. الكره بتاعت وليد ازار وكنت بينالتي مليون في الميه ما فيهاش شك. وانا أهي. وانا بقول انه الراجل ده الحكم ده وهو المفروض ما ياخدش مكافاه الماتش. هو جاي ليه الخامس؟ يعني هو الحكم الخامس جاي ليه؟ ما هو جاي عشان ده الناس في بقه. يعني الناس داخله جواه يعني هو بص على الكره يعني كل ده هو بيعمل ايه؟ يساعد ابراهيم اساسا ابراهيم لازم يشوفها. لكن دي فين يعني كل ده وكل التركيز ده وشايف ان ما فيهاش حاجه؟
يعني يعني انا مش مش عارف يعني كل ده والتركيز وال بص على الكوره بص بص يا بيه بص على الكوره ايه بص هو بس غلط حتى هم داخلين ده الشده واضحه بص على الكوره ايه مش ممكن كارثه يعني قرار مؤثر جدا جدا طبعا. بشكل كبير ده انت ما كملش الشوط الثاني ما يكملش هدف صحيح بنسبه 90% نشوفه مع بعض ونحكم اكتر يعني احنا الهدف والطرد والقرارات الكوكتيل ده بيقول انه التحكيم سيء جدا هجيب التحكيم مغيب واحنا ده في الاسبوع ده يبقى اسبوع التحكيم فيه درجه تحت الواحد ولا الاثنين في عوده الجمهور دي مشكله كبيره جدا ولازم يشوفوا لها حل ما اعرفش هتشوفوا لها حل ازاي بص الراجل اللي هناك ده ورا هو واقف عند اخر الخط واقف عند ضربه الجزاء وعند الخط فعلا برافو عليك عند الخط واضحه يعني جدا مش صعب على الحكم كره سهله جدا سهله جدا تتحسب واضح ان مغطي بثلاث ياردات يعني يعني البنالتي بتاع الشوط الاولاني تكاد تكون قدام الراجل الحكم الخامس تكاد تكون انه يعني هتوصل لدرجه ان انا ممكن اقول مقصوده لكن انا ما اقدرش اقول مقصوده لكن الله اعلم بالنوايا عماني مثلا لاولمبياد بكين او لندن هتلاقي اي لا هتلاقي حاجات مشابهه كتير قوي انا مش فاهم حاجه الخامس ده ازاي يا جماعه ازاي دي ما تتحسبش انا قلت ما يكملش الماتش ازاي دي ما تتحسبش يعني ازاي دي ما تتحسبش هو اللي مضايقك الحكم الخامس مش ممكن مركز قوي كابتن ضياء واعتقد اتفق معاه كل اللي في الاستوديو بما فيهم خالد لطيف لانه عضو مجلس اداره نادي الزمالك سابقا ودلوقتي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره يعني واحد من صناع القرار في اتحاد الكوره انه ما حدث يتعدى فكره انها غير مقصوده لانه لما تتعدى دلوقتي انا اوريكم حاجتين المهندس عدلي فكرنا بحاجه عايز تقول بتاعت لا يعني انا عايز كنت اجيب الصورتين كرم جابر في 2004 عشان تشوفوا دي مش كوره دي مصارعه الحل الوحيد اللي خلى الحكم ما يحسبهاش النبي عايزين يقولوا لنا الفرق بينهم ايه ان دي مش كوره دي مصارعه فالراجل حكم كوره مش حكم مصارعه لا الاثنين ما اتحسبوش طب فكرنا يا شوارب بكرم جابر وهو بيتوج في اثينا اهو اهو خد المدرب بتاعه وهو بيحتفل بص ونزل بيه طيب في فرق يا وليد ازارو شايفين فرق ومعاذ الحناوي واخده ونازل بيه لا بس استنى انا عاجبني ده لابس قلب ازرق لابس احمر عاجبني الحكم الخامس بص نزل بيه في اسينا طيب على فكره الفاول ده مركب ده هو عمل عليه فاول في اتنين في التالته خدوا بقى لما اطمن خالص زي كرم جابر كده بس كرم جابر ما كانش معاه كان بيحتفل بمدربه لكن ده الراجل الجميل ده اللي بيروح يقبض بعد الماتش اللي بيقبض بعد الماتش انه راح عمل ايه عشان يتنطط بالعرض والشمال يمين وشمال ملوش دعوه بالماتش هات لي شرب اللقطه بس عشان الناس تشهد ده مقصود ولا مش مقصود لانه اهو فين بقى خلاص كرم جابر خلاص خلاص اخينا اللي بيتنطط ده انا بس ابو خاطر ده الحكم الخامس لا والله مهتم بصوا بس بينه وبين اللعبه كام استنى بقى بصوا يا جماعه شايفين المسافه قولوا لي بقى ده لو ضميره ميت ما يحسبهاش ازاي لو ضميره ميت يعني لو حد استأصل له ضميره ازاي اهو بصوا ايه بقى عشان تعرف انت كده جيت بالبدله بالكرافته السوداء وانت انت جاي بيها انت مرمضي شويه لكن بصوا يا جماعه بصوا يعني ارجوكوا ده لو مش متعمد يبقى ايه ده فيها طرد ده لو هذا الحكم استحدثوا حكايه الحكم الرابع والخامس يقف ورا عشان الحاله دي طب انا طب دي حاجة. تحت عينك اذا كان في عين لانه الحقيقه انا اشك شك يعني ده هو اللي يغيظك بقى ضمير. اللي يغيظك بقى الدفاع دفاع ايه يقول لك خطا تحكيمي مش في يومهم يطلع كابتن عصام عبد الفتاح يقول لك ايه يعني الاهلي يعني ممكن يستفيد من الاخطاء دي لكن مش في يومهم طب ايه بقى دي كاميرا بتاعه المركز الاعلامي للنادي الاهلي كانت عشان ورا عشان كده ما اقول لك ما كانت ورا ومصوره برضه طبعا ما في خلاص مش محتاج نعيد كتير خلاص يعني ما كانش يومك يا تحكيم بالمعنى الاسقاطي والمعنى الحقيقي ما كانش يومك يا تحكيم من اول السنه لحد دلوقتي اولا بصوا يا جماعه لا هات تاني يا شوارب
لانه اللي حاولوا امبارح يوجدوا المبرر لابراهيم نور الدين قالوا انه كان بعيد. شايفين ابراهيم نور الدين فين؟ لا بعيد، هو في حد شايفين ابراهيم نور الدين الحكم والصفاره في بقه عمودي على اللعبه يعني يا جماعه. الحدث نعم الحدث الحدث زمايله بيقولوا انه كان بعيد يعني ايوه ماشي. ما هو اللي حاولوا يلتمسوا له العذر في الكاميرا بتاعه المباراه قالوا ان هو كان بعيد وقطع مشوار طولي. لا هما كانوا عايزين يبقى الحكم يتحكم واحد اهي بالطول اهي اهي ادي الحكمين اللي ورا الحادث اتحرك لا اتحرك لا اتحرك ده الحكم الخامس اتحرك وابراهيم نور الدين هناك اتحرك كمان طب اتحرك اهو وقت ارتكاب الحدث ولعبه المصارعه الاثنين مواجهين الاثنين بسلامتهم بيتفرجوا على بعض الاثنين ضمايرهم عرياني قوي قدام بعض الاثنين كل واحد فيهم شايف ضميره وهو عريان. انا هقول لك انا بقى ابراهيم نور الدين مشكلته فين؟ ده مصيبه سودة مش مشكله احنا يا جماعه ده كلام والله انت عامل له عامل له شويه حاجات هنتكلم. طيب هنأجل تعليقي في هذا الموضوع على موضوع ابراهيم نور الدين وتفسيري للامر. تحب تشوف الشناوي الكابتن احمد الشناوي اللي دايما بيحاول في اي حاجه تتعلق بالنادي الاهلي يحاول يحكها في اي حاجه يدور لها على اي سكه المرة دي معرفش. نشوف قال ايه الحالة اللي بعد كده. وهنا بقى يعني انا عايز اقف بس هنا نمشي بس نمشي الحتة دي وهنقف هنا. لما انا هقف هنا الحكم الاضافي هنا ده اهو ابو خاطر محمد ابو خاطر تمركز رائع وعلى يعني على قبة الاستعداد ومركز وباص على كل حاجة. لما نشوف اللعبه بعد كده الاحداث اللي بتحصل سواء شد من ازارو او شد من المدافع الثاني انت دورك فين يا حكم يا اضافي؟ انا بقول ان هنا ده خلاص بالحته دي كده يعني ما عندنا الحكم يعني عايز اقول لو عنده رؤيه او قرار مش هيبقى اقوى ولا اصح من قرار الراجل اللي وقف ده بينه وبينه يردتين. نعم يعني القرار هنا لازم الحكم الاضافي ده يقوله. لما نشوف اللعبه هناك شد طبعا التحام وشد والحكم هنا طبعا ابراهيم كل ده لسه ابراهيم نور الدين ما ظهرش يبقى على 18. بص الحكم مش على 18 هو الحكم الاضافي يعني لو بصيته هتبص ليه جف لحظه اتحرك سبق الحدث. بص اهو هنا هو اتقدم وراح لما نمشي هنمشي دلوقتي كده بص هتلاقيه بيجري بيتحرك وبيسيبهم بيسبقهم اهو بص على ان الكره هتتلعب. طبعا هناك في شد من لاعب الانتاج لمهاجم النادي الاهلي اللي هو وليد ازارو اهو من في بدايات شد طبعا هنا اهو يعني انا عايز اقول وليد ازارو الكره بالشكل ده ايه اللي هيرجعه تاني لورا؟ يعني ايه اللي هيرجعه تاني لورا بالشكل ده؟ في قدره طيب. ان انا ابقى ناخد اللعبه مره اخيره يا كابتن عشان تقول لنا القرار النهائي. سيبنا بقى ان ابو خاطر غلط ابراهيم نور الدين غلط تقول لا القرار طبعا هي ما فيش كلام القرار طبعا هناك ركله جزاء واضحه لن تحتسب يعني ده الكلام ده على ضربة ضرب الجزاء واضحة لم تحتسب والجون كان هيتكلم على الجون. طيب هيتكلم على الجون. بصوا الضربة دي بالذات وأسقطت فعلا ورقة التوت الأخيرة. الناس دي ضمايرها اتكشفت. الناس دي لو ما كانتش متعمدة تبقى متعمدة. صدقوني احنا ليه بنداري ليه بنحاول نزوق الحكم. أنا بس عايز أسأل سؤال. حكم بينه وبين الواقعة اقل من اللاين بس لاين الكورنر فقط. ممكن اسالك سؤال والحكم عمودي عليها. احنا اكثر تنظيما واكثر انتظاما والتزاما من الاتحاد الدولي؟ لا طبعا مشي كله بقضايا فساد ولا ما طبعا احنا اكثر تنظيما من الاتحاد الافريقي وحرصا على الشفافيه منه صحيح. اوقف 11 حكم ولا 12 حكم وقلنا يا ريت الاتحاد المصري يعمل كده. هو ليه مش عايز يحقق؟ ليه كل مرة يطلع يقول لك وردة؟ لا مش وردة ولا فايزة. الله الله هي أنت كل أخطاء وردة والحكم بشر. طيب ما هو البشر بيتأثر عليه والبشر بيرتشى والبشر بيكذب والبشر بيرتكب كل الموبقات. ما دام اعتمدت على البشر ما في حكام كتير جدا في أفريقيا لسه الاتحاد الأفريقي متطهر من لسه كبيرة من الحكام غير النزهاء. هو أنتوا بس البشر أنه خطأهم وارد؟ لا خطأهم وارد. لا مش اخطاء واردة وضمايرهم بتموت. إيه؟ عايزين يعملوا يعملوا مش اخطاء دي مش اخطاء طبعا. بص يا جماعه هات اللقطه دي تاني يا شباب خصوصا لما تبقى عارف قبل الماتش. ادوني بقى تفسير
الساده الحكام وكل الخبراء، ابراهيم نور الدين اهو اللي بتدوروا له على اي مبرر، ابراهيم نور الدين بالكاميرا الخلفيه وصل لفين؟ اللقطه قدامه بسلامته، والبيه الافندي ابو خاطر ده ولا ابو خنجر اللي واقف ورا اللي قاعد مميل ده ما بيحاولش يبص عليهم، ده ده دليل التواطؤ انه بيبص الناحيه الثانيه عشان بص على فكره ابراهيم نور الدين حاطط الصفاره في بقه ليه؟ هل تأهب للصفاره ولغاها؟ اهو بصوا عليه بس، لانه فعلا زميل عبد المنعم الوسط لقط دي. بصوا ابراهيم نور الدين هيحط الصفاره في بقه اهي، راح متجه لناحيه البنالتي. ايه بقى؟ اللي رجع هيتمحك في الحكم الخامس مش بتاعته، حتى لو الحكم الخامس الحكم الخامس مساعد ليك تقدر تاخد. انا عاجبني قوي قوي الرشاقه بتاعه الحكم الخامس اهي هو بيتحرك بالعرض. طب كان كملوا المصيبه بتاعته وادى وليد ازارو انذار للتمثيل بقى الحكم الخامس برضه. بص بقى الافندي ده اللي ضميره بقى نفس المنظر كده، الضمير الكشف دي واقعه اسقطت كل ورقه توت على الناس دي. ما تقولوليش لا ورده ولا فايزه ولا الكلام الفارغ. انتوا عايزين ترتقوا بالتحكيم وبالمسابقه ولا عايزين نفضل؟ انا بس كان نفسي ان شاء الله الفساد ده يا استاذ ابراهيم، كان نفسي بس لقطه واحده للجون الملغي، لقطه واحده. طيب هنشوف الجون الملغي ونشوف الكابتن برضو احمد الشناوي علشان يبقى ده راي خبير تحكيم ومحايد مش راي حد في قناه الاهلي. برضو احمد الشناوي في الهدف الملغي. طبعا بالشكل ده اهو هنا، يعني من هنا لهنا، يعني من هنا لحد هنا كده بعتقد ان ده يعتبر في مرمى العين. تمام صح ولا مش صح؟ ما عندوش مشكله في انه يربط لحظه لعب الكره مع لحظه لاعب اللي هو في خط التسلل، الى جانب ان خط التسلل اللاعب هناك اهو واللاعب هنا، ادي لاعب هناك اهو، ادي لاعب اهو، وادي لاعب اهو النادي الاهلي اهو. هنا شايف في فرق على اقل متر، متر وشويه، يعني تسلل مش صعب، لا 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 من ناحيه ان الكره بتتلعب المسافه ما بين اللي بيركل الكره والمستلم، ولا اللاعب واقف على بعد عن خط التسلل. حضرتك قبل لحظه لعب الكره حتى احنا عندنا البيرو ده يا ريت نرجعها شويه بعد اذن حضراتكم. طب نشوف الجون وبعد كده نرجعها، ماشي مفيش مشكله زي ما حضرتك حق. بص يا كابتن هنا حتى احنا لا شيلوا الخط البيرو خالص، شيلوه من فضلكم، نشيل البيرو بعد اذن حضرتك. حتى احنا عندنا البيرو ده بالعين مجرده، هو ربنا بقى كرمه عنده الخط ده كمان مساعده، ما هو الخطوط بتاعت الملعب دي اللي هي العين المجرده اللي هو بيشتغل بيها. لا الحتة. الخط التخطيط الملعب اللي عرض ده كابتن، ده اللي انا عايز اقوله مسهل له كمان. انا عايز اقول اني انا واقف مع اخر تاني مدافع، انا واقف كده اخر تاني مدافع. لا انا سيبك من الوقفه والقعده والكلام ده كله، انا بتكلم انه كمان من حسن الحظ ان تخطيط الملعب اللي فيه تخطيط الملعب اللي هو ال 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 ما هو التخطيط ده للمساعده الحكام الغامق والفاتح بتاع النجيل. الله يفتح عليك اهو ده معمول بيرو للمساعد اصلا يعني طبعا هنا بقى دي خبرات الحكم المساعد، لما يكون حاجه زي دي بتساعد. دي ما فيهاش اي حاجه، خلاص الكره طلعت وهو خد الكوره وهو بيلعبها، وما فيهاش اي يعني اي نوع او شبه تسلل. دي فعلا حاجه تجنن كمان، لانه حتى كابتن احمد الشناوي قال دي لا فيها مشكله في اعاقه رؤيه، ولا في عذر مقبول ولا مفهوم للحكم، ولا في تفسير ان هي واقعه صعبه، واقعه ما هياش صعبه خالص. وبعدين انت استنيت، يعني حتى المفترض لو في اوفسايد بمجرد ما بيلبس اللاعب المتسلل بتصفر، لا ده انت بسلامتك استنيت. بصوا الحكم واقف فين، مفيش حد لا حدش اعاق الرؤيه بتاعته خالص. البيه التاني اللي هناك اللي لافف ضميره في الرايه بتاعته، انا عايز اقول حاجه بس يا استاذ ابراهيم، لا يمكن يشوف لاعب احمر من كتر اللعيبه الاصفر اللي قدامه حجب الرؤيه، يعني مش هو من موقعه ده على اي اساس حكم حسب اوفسايد وهو مش شايف غير الاصفر؟ بص ادي واحد اتنين يشكلوا حائط يمنع رؤيته لاي حاجه حمراء بعديها. الاتنين دول هو شاف في التسلل ده ازاي؟ هو ما شافش تسلل، هو قرر انه يلغي الجول. التسلل ده هو بتاع الماتش اللي فات، فاكر الماتش اللي هو برضه بنفس الطريقه، واتحسب تسلل وحرمنا من فرصه
مؤكدة. بس ده كملت الهجمة وبقت جون فلغة. دي اتلعبت مرتين يعني، مش هو لغاها يعني، ده جري ووصل للخط ورجع لورا ومؤمن حطها ببطن رجل. يعني حتى الناس خبراء التحكيم لو عايزين يسندوا شوية ولا يقول لك معرفش ايه، مش لاقيين مبرر. مفيش مبرر، مفيش عذر. انت كنت قلت حاجة مهمة جدا، عشان كده كنت عايزين تفصل في الفقرتين دول. ما تستنى ابراهيم بقى والنبي ابراهيم لما يعني احنا الموضوع ما ينفعش كده. حاجة واحدة بس. انت قلت حاجة مهمة جدا. شوف نسيتني لما قلت الفقرات دي. ها؟ ذات صلة. ذات صلة بعد، لا مش كده. وانك والله نسيت. طيب على ما افتكر. انت طلبت النهارده نعرف رأي رئيس لجنة الحكام. هل هي نفس الحكاية وردة وأخطاء الحكام وردة وفايزة أم كلثوم ولا إيه؟ نسمع كابتن عصام عبد الفتاح برر الكارثة والمصيبة وموت الضمائر في مباراة الأهلي امبارح بإيه؟ إن أنت قلت التحكيم ما كانش موفق في مباراة الأهلي، طبعًا حالة ضربة الجزاء والحالة بتاعة الأوفسايد، رأيك إيه في المباراة بشكل عام؟ أنا قلت زي ما أنت قلت كده، وإحنا بنقول إن فعلاً ما كانش يوم التحكيم في هذه المباراة، التحكيم ما كانش موفق بشكل كبير في هذه المباراة، ودي حقيقة. والأخطاء واردة لأن دول بشر، ولكن نقف عند الأخطاء ونشوف أسبابها إيه وإزاي نقدر نعالجها، وده اللي إحنا بنعمله كل أسبوع على فكرة من خلال اليوم التحليلي اللي بنعمله بعد كل جولة. ضربة الجزاء دي تحتسب يعني او تعتبر من مسؤولية الحكم الخامس اولا، ولا مسؤولية ابراهيم نور الدين، ولا الراية، ولا ايه؟ لا طبعا هذه اللعبة شوف مكان الحكم الخامس فين، هي تقريبا لا دي لازقة فيه دي فوش. بالضبط يعني، ولكن نتيجة لتمركزه الخاطئ في هذا التوقيت ممكن يكون هو اللي خلاه ما يحكمش على الحالة بهذا بشكل صحيح يعني. وعاوز اقول كمان ان الاخطاء ممكن تبقى الماركو امبارح النهارده ضد ماركو، اذا مش في اتجاه الحكام بشر، وطالما في الفيديو نفسه كان عنده اخطاء. هل هيتم اجراء تحقيق كابتن مع الحكام بتوع امبارح؟ هل ممكن يبقى في اجراء معين؟ هل ممكن يبقى في وقف؟ هل ممكن النادي الاهلي بيدرس ان هو مش عارف يبعت ايه او شكوى ايه او حاجه كده؟ ما فيش حاجه اسمها تحقيق مع حكم او حكام اخطاوا في اخطاء تحكيميه. التحقيقات دي بتبقى في حاجات تانية تمس الاخلاقيات، تمس اشياء اخرى. اوكي، طب لما يبقى الحكم مش مصيب خالص واداؤه غير جيد بتعملوا ايه؟ ما انا بقول لك اهو، احنا بنعمل ايه بعد نهايه كل جوله؟ بنعمل تحليل لاداء الحكام، بنشوف السلبيات لو هي كان او الاخطاء يعني عشان الناس تفهم بشكل اوضح. لو كانت نتيجه لاهمال من المسؤول عن الحاله لا بيبقى في اجراء من لجنه الحكام، وبنوع من العقاب يعني. ده بيشمل ايه؟ ابعاد مثلا عن المباريات؟ لا ما فيش ابعاد عن المباريات عندنا، لكن بيبقى ممكن اكبر عقاب ان انت راجل بتلعب في الدوري الممتاز ممكن تلعب في الدرجات الثانيه. ولا خصم فلوس ولا لان حتى اللاعب يا ماركو، انت لما تيجي توقف لاعب ما بتوقفوش عن التدريب. صعبان عليك كابتن عصام لما تطلع عايز تبرر ومش لاقي عذر. قال لك التحقيق في حاجات تانية، هي دي الحاجات التانية يا كابتن عصام، احنا عايزك تحقق بقى في الحاجات التانية. ما هو لو احنا قلنا لو دي فيها تحتمل التقدير، وبعدين يقول لك ده دليل انه مش عارف يبرر، مش لاقي له حاجة. لا اقول لك حاجة، لا استناني بس، لان دي ونبي ما تقطع لي افكاري. اتفضل. قال لك التمركز الخاطئ للحكم الخامس اللي هو كان مشارك في اللعبه، ده الحكم الخامس جاب منه. نبى شوارب فرجنا على التمركز الخامس، لان الراجل ده مستفز قوي بصراحه. اتفضلوا التمركز الخاطئ، في تمركز اصح من كده؟ انت يعني شايفين، بصوا ده الراجل في قمه تركيزه، ده يكاد يكون هيلعب يعني. هو بصوا يا كابتن عصام، هذا التمركز اهو، هذا الحكم الخامس، بصوا بقى تأهبه وتركيزه 100%. احنا مش بنتكلم على كرة تجاوزت المرمى، وابراهيم نور الدين هناك مش دي مش كرة تجاوزت المرمى، ولا يقول لك متمركز غلط، ده مشارك في اللعبة.
يعني كرم جابر خد وليد ازارو ووقع بيه. اكذبوا على الناس يا جماعه، اكذبوا على الناس بحاجه تانية بجد في عصر الصوره ما ينفعش تكذبوا على الناس. يعني انت تمركز خاطئ. اتفضل يا باشمهندس. التمركز الخاطئ للحكم الخامس. هو ليه بيقول لك التمركز الخاطئ للحكم الخامس؟ عشان يبرئ ابراهيم خالص، طلعه من الحزب. التمركز الصح على فكره تحركات ابراهيم نور الدين كانت 10 على 10. تحركات الحكم الخامس 10 على 10. تحركات اللاين زمان 10 على 10. النوايا 0 على 10. ولذلك الكرافتات السوداء. ما كانش يوم كتحكيم. وهم اللي قالوه. بس انا عايز اقول لك حاجه، دي اللي فكرتني بقى. الفقره الجايه اللي انت قسمتها كنت عايز اكملها، لكن شوارب عايز يطلع فاصل. استاذ ابراهيم جبنا مجموعه من الاخطاء وقال لك اخطاء ثلاثيه الابعاد. ثلاثيه الابعاد يعني ايه؟ يعني انت مش بس بتغلط عشان تعرقلني، ده انت بتسهل للمنافسين، بتوسع للمنافسين وتزنق على الاهلي. وان كنت انا كنت صاحب وجهه نظر، بس هو كسبني فيها. كنت عايز اركز على الاخطاء اللي تمسني انا، لان انا لو خدت الاربعه بونت دول اللي غلط فيهم التحكيم ولغالي ما حسبليش ضربه جزاء ولغالي جون صحيح في ماتش الاسماعيلي، لا كنت اطلع كسبان في الماتش بتاع امبارح، اطلع كسبان، كنت زماني دلوقتي فارق عن اي فرقه 5 بونت. بس انا لما ابقى ماشي بجري في مضمار مع منافسين، اي تسهيلات غير قانونيه هياخدها المنافس بتاعي خلاص انت كسبتني. ده بالاختصار مني انا، من حقي انا. الله، اذا كنت بعترف انت كسبتني. انا كنت عايز اصر على ان اركز على نفسي، قلت لي لا التوسيع. التوسيع بقى فيك حاجات مش احنا بس اللي هنقولها، انتظرونا في مفاجاه بعد الايه؟ وسع طريق اللي جاي فوضى اكتر بعد الفاصل. فقرتنا دي لازم نستهلها بالبوكس بتاع الاستاذ عصام السباعي في جريدة الأخبار، بيعمل كده حاجة مختصرة، عمود صغير كده اسمه بوكس في الأخبار، نازلة بكرة. مباراة كرة القدم كانت أكثر من مدهشة، مثيرة للغضب. هدف صحيح وضوح الشمس في الأرض الصحراء، ثور بقى الشمس في الأرض الصحراء، تم إلغاؤه، وضربة جزاء ظاهرة مثل القمر البدر في السماء. بدر يعني مش ممكن ما تشوفوش، لم تحتسب. وهو امر يستدعي تطوير قانون اللعبه لضم اعضاء جدد لطاقم التحكيم غير الخامس والرابع والثالث والتاسع اللي كلهم هينفذوا نفس السياسه. يستدعي تطوير قانون اللعبه لضم اعضاء جدد لقانون لطاقم التحكيم، الاول طبيب عيون والثاني مدلك ضمير. مدلك ضمير، مدلك ضمير يصح النايم. يديله صدمه كهربائيه؟ لا، ده 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 مش النايم، الميت. الميت خلاص، النايم ده مرحله وعدت. احنا في مرحله موات الضمير، لان احنا مش هنقعد نقول اخطاء تحكيم، تجاوزنا هذا الامر. ما حدث اسقط ورقه التوت التي يتعللون بها. لم يكن هناك اخطاء تحكيم، ولكن كان تعمد لسلب حق نادي ان ينفرد بصداره مستريحه. والله اعلم في اللي جاي. طيب، اللي يبص لجدول المسابقه ولو جاهز يا شوارب يا ريت نبص عليه. لو جدول ترتيب الانديه مع توقف المسابقه، القاء نظره على الجدول مهم جدا، لانه هتلاقوا الصراع ثلاثي. الاهلي، بيراميدز، الزمالك. 11 11 10. ده الترتيب بتاع الانديه دلوقتي. عشان كده هذا الصراع ثلاثي الابعاد كان للتحكيم هذا التدخل المباشر في ترتيبه. الاهلي في البيان بتاعه، بالمناسبه كان مجلس اداره الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في وقائع سابقه اول من شدد على ضروره احترام ومسانده ومؤازره ودعم الحكام. كان واضح جدا بشكل قاطع. ده زعل منك فيه بالظبط. من موقف المجله وقتها. من عنوان. احنا دلوقتي
مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه النهارده هو بيطلع بيان يعني بشكل واضح بيقول لهم لا طفح الكيل طفح الكيل وهننسحب من الدوري حال عدم تحقيق كل هذه المطالب اللي اتكلمنا عليها يؤسفنا ان احنا نقول لكم مش مكملين معاكم لانه اللي حصل ده فعلا زياده عن الحد. هنفكركم تاني بنص البيان حسب منطوقه. لكن انا ليه بقول لكم دي مصيبه ثلاثيه الابعاد، مش بس ان انت تعرقل للاهلي، لا توسع للباقي. وكنت انا والمهندس عدلي بنتناقش في حته لو ادى الاهلي حقه، طب ما انت بتدي التاني فوق حقه، فهي فرحتي. لا تدي الاهلي فوق حقه ولا تدي النادي التاني فوق حقه، ادي كل واحد حقه بالقانون. ما تسلبش حق حد. لا الاهلي انت بتروح تنام ازاي يا اخوانا؟ بس لا تظلم الاهلي ولا تظلم الزمالك ولا تظلم بيراميدز ولا سموحه ولا اي حد. افرضوا العداله بين الكل. ده مبدا تكافؤ الفرص بين المتنافسين اللي بيان النادي الاهلي عبر عنه مجلس الاداره في البيان اللي هنقراه لكم تاني. المجاملات التحكيميه شملت الزمالك وبيراميدز لانه مش كفايه ان انت تدوس على الاهلي. لا وسع بقى. نشوف الكابتن جمال الغندور يتحدث عن هدف تعادل بيراميدز مع الانتاج الحربي من تسلل. تروح دي هدف التعادل. ايضا هنا هيبقى عندنا حاله لحظه لعب الكوره ثم يستمر اللعب. كل ده الاستمرار اللعب هنا قبل تسجيل الهدف. نشوف لحظه لعب الكوره ونقف عند لحظه لعب الكوره. ركزوا بقى معايا حضراتكم، لحظه لعب الكوره هل موجوده قدامنا؟ خلي الكوره كده تطلع سنه بقى. ايوه انزل بقى شويه، ادي لحظه الكوره هنا كمان طلعت. لا انزل بقى تحت شويه عشان نشوف لحظه لعب الكوره. طبعا بالتاكيد لو عملنا الخط الوهمي اللي بنعمله للتسلل، نعمل الخط اتفضل، هنشوف الخط هنا هل اللاعب في موقف سليم ولا في موقف تسلل. اذا كان اللاعب سابق الخط يبقى في موقف تسلل. احنا عاملين الخط ده على اخر جزء من قدم اخر مدافع، وبالتالي هناك تقدم بجزء من جسم المهاجم، اذا هناك تسلل في هذه الحاله. يعني ال 11 نقطه اتكلمنا اهو بدايتها على الاقل دي انت عارف ان من تسلل. انت عارف ان في روعي وتصوري حلوه روعي دي ان طاقم التحكيم كان متاثرا بنتائج بيراميدز و انه بيراميدز اتعادل في نفس اليوم. فاوعى الاهلي يركب بقى. يعني كان في ذهنه ان احنا مش عايزين الدبكه تحصل وحد ينفرد مرتاح بدري يعني. لان المنطق انت المنطق، هل نطالب ان الماتشات كلها تتلعب في وقت واحد بقى دلوقتي ولا نعمل ايه؟ مش عارفين. طيب ما علينا. طيب نشوف بقى حكم بيتجاهل ضربه جزاء لإنبي والنتيجه 0-0 في مباراه الزمالك، وبرده ما حدش يقول لي النتيجه خلصت 4-1. ضربه الجزاء الصحيحه اللي ما اتحسبتش لإنبي كانت النتيجه 0-0. يعني لما فريق يتقدم إنبي، لما فريق يتقدم نشوف ايه التاثير. نشوف كابتن احمد الشناوي في اون سبورت شاف ضربه الجزاء التي لم تحتسب لإنبي في ماتش الزمالك والنتيجه 0-0. الحكم كان لازم يكون عنده حركه، يتحرك يا بالشكل ده يبقى هنا كده، يا يكون يقطع مثلا بالشكل ده هنا. المهم ان هو لازم يكون قريب في الحاله دي، لان الحاله بعد كده هتبين قد ايه المشكله اللي هو فقدانه للقراءة والتوقع. بص هنقف هنا، المسافة أكتر من 15 متر. مخالفة طبعا الحكم الإضافي يصعب عليه تحديد مخالفة هنا، لأن الحكم بشكل بعيد خالص الناحية التانية ما يقدرش يحدد المخالفة من عدمها. في الحالة هنا لما نشوفه في الإعادة هنلاقي إن جنش ارتكب مخالفة ضد مهاجم إنبي. هتبص للمهاجم بياخد الكرة وجنش بعد كده بيخبط رجله أو بيركلها، فبالتالي بيقع لاعب إنبي ودي ركلة جزاء لم تحتسب. ليه؟ مش الحكم شافها وما حسبهاش. الحكم ما شافهاش لأنه ما كانش عنده
القراءة والتوقع للنكس فاز اوف بلاي اللي هو الشكل التالي للعب فين هيبقى، لازم يبقى قريب ويروح يشوفه عشان يقدر يحتسب. فطبعا هنا باين الرجل جدا بتاع الجلنش لطشة، هي لطشة طبعا سريعة وبتبقى صعبة، عشان كده الحكم لازم يكون قريب وشايفها. تعادل غير مستحق يهدى لبيراميدز، وإنبي يحرم من في مباراة الزمالك. ادي ده مش لطشة رجل ودفع بالكوع اهي والايد، ده الاثنين ما فيش حاجة اسمها ال 15 متر ما يشوفش. يبقى انا مع الاستاذ السباعي، لازم يبقى فيه دكتور. عصام السباعي عايز دكتور عيون ومدلك ضمير. هو اللي هو عايز بالكهرباء، صدمات الكهرباء. طيب شفنا ازاي اصله، يعني المساله الجواب بيتقري من عنوانه، شوارب انت عندك العنوان بتاع اللي الحقيقه انا لفتت نظري في السوشيال ميديا النهارده متداوله جدا، كلمه بليغه قوي، مش معناها كده، مش مطلوب مني اشرب ميه البحر كله عشان اعرف انه مالح، بق واحد يكفي. فبالتالي هو الجواب بيتقال من عنوانه، هي دي، لا داعي لشرب البحر كله لنكتشف انه مالح. وكويس ان هي جايه على ظرف جواب عشان تعرفوا الجواب بيتقري من عنوانه، مش محتاجه استنى للاسبوع العشرين ولا الاسبوع الثلاثين في المسابقه عشان اعرف انه في مصيبه سوداء بتحاك في هذه المسابقه السنه دي، مش محتاجه انتظر، مش محتاج اشرب البحر كله عشان اعرف انه مالح، بق واحد يكفي، العينات اللي انتوا شفتوها كافيه جدا، اللي حاصل من ابو خاطر مع ابراهيم نور الدين ومدلك الضمير اللي بيطالب بيه عصام السباعي. ده الطاقم بالكامل متفق على هذا الامر، عايزين تستنوا لغايه. هو انت ازاي شفت احمر؟ انت في واحد اصفر ومغطيه واحد تاني، لا يمكن تشوف الاحمر من خلالهم. صحيح، حتى ازاي جالك ده بوكس عصام السباعي هو جابه لك. بوكس ده جه في وش مين ده البوكس ده؟ في وش هذا الفساد بجد، في وش هذا الضمير اللي محتاج ضمير، محتاج مدلك يصحيه. تعال بقى شوف جاد جريشه في ماتش الاسماعيلي عمل ايه، وسعت الده وسعت الده، مش كده؟ اخنق في الاهلي بقى من اولها، اول ماتش مع الاسماعيلي، لا جهاد جريشه الحكم المونديالي اللي راجع الراجل من كاس العالم يلغي هذا الهدف. نفسي بقى ايه برضه نشوف الحكم نفس الشيء اهو جوه اللعبه، ما قالوش حاجه. يعني على فكره الحكم الخامس ده اتعمل عشان يعلم عليهم، عشان يكشفهم بالظبط. ده جابوا لنفسهم مصيبه، ده كانوا بيلاقوا حاجه يداروا فيها، اصله الزحمه، قاموا السنه دي مستعينين بالحكم الخامس اللي ورا المرمى، فتبقى الكارثه السوداء ان هي قدام عينيه. بصوا بعدين ناطط قبل الثاني، ده ناطط قبليه، يعني اللي فيها جون يتلغي تحت مرمى وبصر وعنايه ورعايه وحراسه الافندي اللي ورا ده. جهاد جريشه إيه اللي قبل كده ايه بقى؟ لغى جون للاهلي بحجه لمسه يد لعمرو جمال، وهي لمسه يد على لاعب الاسماعيلي كمان. أيوة يعني أيوة، يا تلغي وتدي ضربه جزاء تحتسب الجول. بص عشان ربنا ان الله لا يحب الفساد، صدق الله العظيم، ده قران، ربنا ما بيحبش الفساد ولا المفسدين الفاسدين، فتقوموا واقعين في شر اعمالهم سريعا تحصل نفس الغلطه في مباراه المصري، فيتحسن نفسه يكون في نفس اللحظه اليوم. فكرنا شوارب بمحمد معروف بيحسب هدف للمصري نفس اللقطه اللي اتحسبت اتلغت للاهلي، اهي ادي جول للمصري في ماتش المصري والاسماعيلي في الجونه، طبق الاصل يتحسب، والحكم الرابع هي قدامه، هي بس دي اوضح، يعني وقع فيه وهو لدرجه ان كوف اتعور بالظبط. اهي قافز عليه وجايب نفس يعني لو اتعادت هتلاقوا نفس القفزه بتاعت كوليبالي. يلا عرفتوا، وبعدين اخطاء تحكيم ماشي، قلنا المره دي هنشربها.
بعد كل ده كان لازم مجلس الإدارة يطلع البيان اللي بيقول خلاصه لاتحاد الكورة، يتحققوا في اللي حصل وتقولوا لنا اللي حصل ده حصل ليه، وتبعدوا هذه العناصر المتورطة بوضوح. يا أخي يتكتب لكم، هو عيب عيب إن يبقى في حد مش مظبوط، يا إما في موقف. الله، تعالى بقى تعالى الكل بيتطهر. تعالى لي بقى لإبراهيم نور الدين كحالة فردية، تذكر ماتش الفيصلي ولا والترجي كان اللي اتضرب فيه؟ ايوه عندكم اللقطه دي يا جماعه، الفيصلي هاتوا لنا ادي الاحداث. لا استنى بقى، شوف لي هو فين ابراهيم، فين ابراهيم فوز اللي نفس الحكم دي؟ ابراهيم نور الدين الحكم المصري بيتضرب من قدامه ومن ورا ومن تحت ومن فوق وبيجري وراه وكلنا زعلنا وكلنا اتضايقنا. يعني ده كان موقف عصيب وفعلا مهين جدا لفكره العداله بين البشر. بص الراجل جاي من فوق بيضربه ازاي؟ حكم مصري مفيش حد في الملعب ما ضربوش، يضرب هنا من الفيصلي الاردني مباراه في البطوله العربيه الفيصلي والترجي. بص يا استاذ ابراهيم، ابراهيم نور الدين كمل الماتش ده مش لغاه. وانا مندهش كيف واتته الشجاعه والجراه، لكن انا وصلت لتفسير حتى انا لما تشوف دي اللقطه تانية واللاعيبه والاداري ده في اداري كمان هيجيله دلوقتي يديله بوكس. لسه بيضحك الراجل. بص ادي الروسيه وبطبطب عليه، المصيبه انه بيضحك بعد العلقه اللي خدها بياخد الروسيه او قبليها. وبعدين اسمع، انا رايي حفاظا إن على البطوله نور الدين وحرصا على العروبه. ايوه قال كلام فارغ، واخد بالك ما يخش دماغ حد في الاعداديه. في راي يا ابراهيم بيه ان ابراهيم نور الدين انتهى اكلينيكيا من التحكيم. عارف الموت الاكلينيكي ده؟ انتهى اكلينيكيا من التحكيم. هو الموت بس عشان الناس ما بعضهم ما يعرفش الموت الاكلينيكي ده ان المريض يبقى قلبه ينبض في حياه ولكن لا يسمع لا يرى لا يشعر لا يتكلم لا يتحرك، انتهى في وانا يا ريت برضه لو انت بقى شوارب عديك 10 على 10 تجيب لي انا قلت ايه يوميها. دي حلقه كانت في 7 اغسطس 2017، يعني يا جماعه من سنه كامله لما ابراهيم نور الدين اعتدي عليه بهذا الاعتداء المهين جدا. المهين بس سيبكم، مش لكونوا حتى حكم مصري، لكونوا انسان يقبل هذا، يتعرض لكل هذه الاهانات والضرب ويكمل يمسك الصفاره لا ويصفر. ساعتها تألمنا كلنا، والمهندس عدلي قال كلام مهم جدا من سنه فاتت في حق نفس الشخص ابراهيم نور الدين. نفتكر الكلام ده. ابراهيم نور الدين لن يستطيع ان يحكم مباراه بعد اليوم، خدها مني بقى. هينزل اي ملعب في مصر ازاي؟ هينزل اي ملعب في مصر ازاي؟ هيقدر يبص اللاعب يقول له كده ايه؟ انت كنت بتشخط وتنطر، وكانت الناس مصدقه ان انت عندك صلابه. شافتك وانت يا ريتك ما طلعت على وسائل الاعلام خلاص هنقول ان انت اتخذت وحسبتها بسرعه وقلت اما بوص الدنيا. لان كان اسهل حاجه تطرد الاداري ده. ايه المشكله لو كنت طردت؟ انا مش فاهم ازاي ما طردتوش. الله، يعني ايه المشكله؟ ايه حكايه بر الامان وام يعني ام يعني افرض ان انا طردته وراح الفيصلويه هيجين وضاربين هيخسروا المباراه. ايه المشكله؟ انت عارف دي بتذكرني بايه؟ وبرضه عايز اتذكر ايه اللي حصل له في البطوله الافريقيه في انجولا. واحنا بنلعب الجزائر. كوفي ادو. مش كان اسمه كوفي ادو الحكم؟ وكان واحد من الحكام المرموقين جدا في افريقيا. ايوه لما الجون جري وطلع وضربه في صدره. ايوه بالروسيه. وبرضه كمل الماتش، الاتحاد الافريقي خلص عليه. شفته بعد كده بيحكم؟ طبعا شفته بعد كده بيحكم. لا. ليه؟ عشان قبل الاهانه. عشان كده يا جماعه، يا كابتن عصام عبد الفتاح، عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة، هذه اللجنة لو كانت أخذت موقف ينحاز لهيبة التحكيم ضد إبراهيم نور الدين
صاحبكم صديقكم قريبكم فوق وراسي من فوق. بس الحكم رمز العدالة في الملعب، الإمبراطور سيد الملعب، لو قبل إن هو يهان بالشكل اللي حصل في مباراة الفيصلي ده ويعتدى عليه ويبرر ويضحك ويقول لك أصله عشان العروبة وأصله عشان المناسبة وأصله عشان الأشقاء، أشقاء إيه وعروبة إيه؟ أشقاء إيه قدام نموذج مسؤول عن العدالة في الملعب يهان بكل هذه الأفعال؟ عارف دي يعني عارف دي بتفكر من نقطة إيه؟ اللي واحد إدى التاني قلم فقال له بجد ولا بهزار؟ قال له بجد، لو افتكرته بهزار. يقول لك شو عروبة؟ يا راجل بلا تحكيم بلا بتاع، الواحد لما يحصل فيه حاجة زي كده خلاص انتهى، ما عرفش يصفر. أنا برافو عليك. طب استنى بس. أنا برافو عليك بس إن أنت قلت ساعتها ده مش هينفع يحكم تاني. شوف بقى الأحداث اللي حصلت بعد كده. اللي حصل بعد كده من تهاون ومن ضعف مستوى ومن اي حاجه مصيبه سوداء، حسابات الكتيره اللي حصلت ديت خلت هذا الراجل اللي كان ممكن يكون الحكم الاول او كان في فتره من الفترات الحكم الاول مش واخد باله ان هو عمال يتراجع واستبعد من حكام النخبه الف في افريقيا وبقى شكلها وحش عشان قبلت حاجات زي كده. ماذا يضير العداله ان ما تطهرتش من هو انتوا لازم تشطبوا الحكم الفاسد لو قبض؟ يعني هي الفكره البنكنوت بس حكم لما توصل انت كده برأت يعني؟ هي ديت دي الافعال فقط اللي ممكن تبطل بيها حكم. لكن حكم يقبل على نفسه كل هذه الاهانات بشكل او باخر لسبب او لاخر ملياش دعوه برضه بالاسباب، انا مش جهه التحقيق، لكن حد يقبل كل ده ويستمر ماسك صفاره ويبقى مسؤول عن العداله ومسؤول عن هيبه القانون كقانون ازاي؟ طيب مش بس الفيصلي الاردني، ما هو بعديها بقى خلاص الدنيا، انا قلت لك انتهى اكلينيكيا، انتهى كده. ده في مالي بعدين. ده في مالي يا باشمهندس اعتداء على ابراهيم نور الدين في مالي وموريتانيا يا كابتن عصام عبد الفتاح. القانون بيحافظ عليه رجال اقوياء اشداء، ابسط حاجه الحق، لكن في البطل القوه بتروح. استاذ ابراهيم ما هو انت لما تتكلم وتداري على حاجات فجه بالمنظر ده، لا ما دي مش قوه، القوه انك انت تيجي ما تقبلش اهانات التحكيم ها من جوه التحكيم، سيبك من العناصر الخارجيه ما بتتشطر عليها، بتوقف لك مدرب، بتوقف لك لعيب، بتوقف جمهور، بتفضي مدرجات ساعات، كان زمان بيفضوا مدرجات. صحيح. ابراهيم نور الدين هتشوفه وهو بيحتسب ضربه جزاء وهميه لايمن حفني في مباراه الزمالك والمصري اهي، عشان تشوفوا اللي بيقبل. انت قبلت الاهانات خلاص ما يعني الاخطاء هتتوالى اهي. بصوا بقى شايفين ادي ايمن حفني الراجل بتاع المصري وفي نفس المباراه وبيقول له ما عملتش حاجه. استغفر الله العظيم يا رب. اهي وبيصفر ويحسب له ضربه جزاء. في القانون يقول لك اللاعب اللي بيمنع هجمه واعده بمعنى انه كانت فيها فرصه لاحراز الهدف وهو اخر لاعب يطرد كارت احمر لو ارتكب خطا وهو ما فيهوش بعد منه حاجه. طيب عمر جابر بيشيل بايده كوره من على خط المرمى يعني داخله جون، لو ما شالهاش بايده جون، ما فيش وراها اي حد. الراجل ده ما طردهوش. شوفوا مش بقى هيقدر. شوفوا اغتيال القانون اهو. طيب اللي شادي محمد ده اخر لاعب، كابتن شادي محمد اتطرد في ماتش الاسماعيلي بتاع 4-4 بسببها. اتفضلوا ادي عمر جابر وخسرنا مباراه البرازيل في القارات صحيح بسبب تطبيق قانون ده، انت احتسبت ضربه جزاء، ما هي ديت
ده قانون زينب، انت بتفصل وبتطبق براحتك يا عم، في قانون احترمه طبقه. يقول لك الراجل حسبت لهم كفايه كده، ما كفايه ان انا لا انت حسبته، ما حسبته نص القرار. الاهلي خرج من كاس مصر ساعه السنه الاسيوطي بكره زي دي، اه ها لم تحتسب للاهلي. طيب بس تتشطر على مشجع فجاه تلاقي الكابتن ابراهيم نور الدين قال ايه، اتضايق من مشجع قاعد في الدرجه الثانيه فيطلب انه يطرد من الملعب. ما هي خلاص اطلع بره اهو. لا لا والله لا لا، انت حمش قوي، خوفتني والله بجد، اطلع بره. الراجل يقظ وصحي لمشجع، برافو عليك، بس انا عايزك كده على طول. ده في ماتش ايه بقى؟ الاولمبو بلديه المحله. بلديه المحله وهتلاقي ده واحد من بلديه المحل. اه. يعني مشجع من بلديه المحله ولا من الاولمبي تطرده وحمش قوي. لكن لما طارق حامد لاعب الزمالك يتهور عليك يا كابتن ابراهيم ما تعملش حاجه. انا عايزك ذكر على طول. انت كنت حمش قوي. فين بتاعت شيكابالا؟ اهي. شيكابالا اخوانا. شيكابالا اللي بقى يبوس ويطبطب عليه، ده في صوره بيبوس شيكابالا. بص نفس البتاع بيقرب من دماغه، من دماغه نفس الفكره. عشان كده احنا بدانا الحلقه بالمناسبه، بص ايده انه تجرؤ محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي عليه، قلنا له غلط، كان لازم تطرده. انا قلت كان لازم تطرده. بص بيزق اهو بايده. وادي شيكابالا. وادي شيكابالا. هتقولنا بقى انا عايز اعرف بقى ايه حوار الايد مع اللعيبه. لا ده كان بيطرد، ده كان شيكابالا بيتهجم عليه. اه واخد بالك؟ وفي الموقف يعني كان لازم يجي على قد بعض. والحوار ونفس الحكايه، مدد ايده في صدر الشناوي برضه امبارح. لا مش مسموح لك ولا مقبول ان انت تتعامل مع اللعيبه بايدك، لا دلع ولا طبطبه ولا حتى زق اللي حصل امبارح مع الشناوي. الشناوي كان لازم يطرد. استاذ ابراهيم لا يمكن هيقدر. اهو اتفضل ادي لقطه الشناوي اهو. حاسس انه عامل حاجه، واحد حاسس انه عامل عامله قبليها. وايمن حفني في احتجاجه برضه ضد ابراهيم نور الدين. ما احنا ما هو الاحداث بتفسر بعضيها. اللي حصل امبارح ده ما اتولدش بين يوم وليله، ده مش اس فجأة خالص، دي شخصيه تكونت اهو. نفس الفكر اهو. عشان كده مع كل هذه المهازل اللي حدثت هاعيد بيان مجلس اداره النادي الاهلي النهارده بعد اجتماع مهم برئاسه الكابتن محمود الخطيب. مجلس اداره النادي الاهلي وهو يؤكد على تعاونه الصادق مع كافه عناصر المنظومه الكرويه ومن بينها الحكام دعما للاستقرار وترسيخا لمبدا المنافسه الشريفه، اذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من اخطاء فجه في مباراه الاهلي الاخيره في بطوله الدوري العام والتي خرجت بشهاده كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، نتيجة 2-0 بنالتي لو سجل وهدف صحيح سجل، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني. ومجلس الإدارة لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها ولن يسمح، دي عشان الجمهور يبقى عارف اللي جاي إيه، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، ويطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شؤون اللعبة بالآتي: إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة واستبيان الحقيقة. أضعف الإيمان لما تلاقي كل الراو ده وما فيش واحد عدو أو صديق أو من داخلكم إلا ما هيقول الكلام اللي احنا بنقوله ده. قال لك دي مصيبة. طب مش لازم انت حق تعرف انت عملت المصيبة دي ليه؟ الطائم الكامل يعني اللاينز مان والحكم الخامس والحكم الرابع
والحكم التاسع والحكم الاصلي. الله، كله عايز مدلك ضمير. ايه ده في ماتش واحد؟ الاهلي بيطالب اجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراه واستبيان الحقيقه واتخاذ الاجراءات الرادعه لمنع تكرار هذه الاخطاء التي تهدد استكمال المسابقه. لان انتوا شفتوا لما قبلتوا وصلت العمليه لغايه فين. اعاده النظر في مشاركه مثل هؤلاء الحكام في اداره المباريات القادمه. الاهلي اسهل حاجه يعملها زي ما غيره بيعملها، مش عايز فلان يحكم لي، سهله، لانه اللي حصل امبارح يخليني اقول مش عايز اشوف الجدع ده في اي مباراه ليها تاني. انا لا انصح، معايا حق، انا لا انصح الاهلي بهذا. انما لك علان يذبحك. انما الاهلي لانه كبير ما راحش للطلب الكبير للصغير، بيتكلم على حقوق الجميع، بيتكلم على القانون، بيتكلم على المسابقه، بيتكلم على النزاهه، فبيقول إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة، مش مباراته بس، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية. هي دي مسؤولية، وأن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيق تقنية الفيديو الفار لمواكبة الكرة العالمية. الدوري الاسباني ما هو مطبق الفار. اسمع يا استاذ ابراهيم، الكلام ده لما يكون في اطار الاخطاء الغير مقصوده. لكن لما يكون البشر هم بتوع الفار، هم بتوع الخط المعوج، الخط العدل، لما يكون هم، صدقني اذا لم يتطهر التحكيم من داخله لا فار ولا فار ولا عفريت ازرق هيظبط الليله دي. الفار لعب في عيبك صح؟ طب انت مش بتقول حكم خامس؟ الحكم الخامس ده دوره ايه؟ مش يشوف القريبه؟ الراجل مشارك في اللعب، الراجل مشارك في اللعب، ده قاعد عامل كده. والتاني والله قوي. في ماتش تاني برضه كان لنا ضربه جزاء ناحيته ونفس القصه، وكانت بنفس الوضوح، وبرضه عمال يتنطط يمين وشمال وما فيش حاجه. وبعدين طلع واحد يقول لك اصل هو ده مش مسؤوليته، ده مسؤوليه الحكم، طالما ان الحكم ما طلبش منه يبقى هو ما يقولوش. هتلاقي تفسيرات فجه فرقع لوز فجه. وبعدين ما توفروا فلوسكم، بلاش بقى الحاجات دي. طيب، بيطالب الاهلي تطبيق مبدا قواعد اللعب النظيف الفيفا فير بلاي الذي اقره الاتحاد الدولي لحمايه المسابقه ونزاهتها. حمايه المسابقه ونزاهتها، كلمه لازم الناس تتوقف قدامها. نزاهتها طبعا ما شئتم من خطوط. الامور دخلت في المنطقه الحرجه، انتوا احرار. بيختتم الاهلي بيانه بما هو اهم، ويؤكد مجلس اداره النادي الاهلي على انه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد، في التصعيد دفاعا عن حقه، حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري. طبيخ مسموم كله لوحديكم، حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع، ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكام أجانب يتحمل النادي التكاليف الاستعانة بهم. ما أعتقد مفيش أوضح من كده. اتحاد الكرة يحقق، يبعد العناصر المشبوهة، أو يقول لنا تفسير، اديني تفسير لموت هذه الضمائر. إذا أستاذ إبراهيم تاني، أنا لو أنا ما عنديش الإرادة أني ماشي المسابقة صح، هجيب لك حكام يخسروك من بره، ما هيش صعبة أستاذ إبراهيم. إذا لم يبدأ الاتحاد من خلال لجانه في التوقف أمام الظواهر الفجة، الفجة يا سيدي حقق فيها، وطمن الناس إنك استبعدت فلان وفلان، في الحالة دي هنقبل. لكن هتقول لي الأوضاع زي ما هي، هقدر أجيب لك اللي يذبحك من أي حتة. المهم مش سكينة تكون من المحل ده ولا المحل ده. مش شرط تكون سكينة محلية. لا، سكينة. المسألة أنت عايز تعمل مسابقة نزيهة أوريني. انت دلوقتي عمالين نتغاضى نتغاضى، الامور بتتفاقم لدرجه الجرأة الوقحه. عشان كده ده مش موسم الحلاوه جبر بس، ده الشناقيط كلها اترقصت. بعد الفاصل نشوف مع المهندس عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ ايه حكايه الشناقيط في الكره المصريه.
تسالني ايه موضوع الشنقيط والشنقيط؟ انه حقا عالم الشنقيط. انا استوحيت الفكره من كلمه الكابتن سيد وعرضنا اللي قاله. والحقيقه انا والكابتن سيد كنا دايما نذكر بعض بالحكم التي في الافلام بالذات الكوميدي. تتقال جمل على لسان ابطالها كده او لقطات بتخرج منها بان في نماذج كده في الحياه تقدر تطبق عليها اللقطه دي وتشاور عليها. مثلا النموذج اللي هقوله دلوقتي ما كانش فيلم كوميدي حقيقي، هم ثلاث نماذج. النموذج اللي هو في فيلم شيء من الخوف، الراجل الضعيف اللي كان مستسلم تماما لنزوات المعلم بتاعه والمجرم الكبير، وبعدين في الاخر لما اتصدم في ان هو يعني مستغفله في مراته جات له صدمه وابتدى يمشي في الشوارع. انا العيال تزفوا فابتدى يقول لهم انا عتريس انا اقوى منه، في الاخر صدق نفسه وانجذب. نشوف اللقطه دي هتبقى هو ده النموذج اللي بيكابر ويقعد يقول لك نادي القرن مش نادي القرن ويفضل يكابر لما صدق نفسه. يا لعيب. يعني واقفين برابطة المعلم ما تردوش ليه؟ ايه الفلوس؟ انتظروا يا جبنات قدامكم 5 دقائق عشان تدفعوا فيها الاتاوي، مش زي كل مرة، المرة دي طقطقيا. انتوا مش خايفين ولا ايه؟ انتوا ما تخافوش الا من عتريس؟ انا اخدع من عتريس، اني اشجع من عتريس، اني بلوس فوزي، اني سفاح، اني شراني، اني بلوس فوزي، اني سفاح، اني سفاح، اني سفاح، اني بلوس فوزي، اني سفاح، اني سفاح، اني بلوس فوزي، اني سفاح، اني شراني. خلاص فضل يوهم نفسه لما بقى هو عتريس بالنسبة لنفسه هو حر. لكن في نفس الفيلم الجبار عتريس ده اللي مفتري وعمال يموت ويسرق وياخد مرات ده وياخد مش عارف ايه ويفرض اتوات ويملع المية ومش عارف ايه، لما اصطدم بواحد قوي العقيدة وراجل ما بيخافش من الحق، لما موت له ابنه يحشيين او الحاج ابراهيم، عمل ايه الحاج ابراهيم لما اتجوز فؤاده؟ جواز باطل لانه ما خدش موافقتها. شوفوا عمل ايه ابراهيم ازاي خلص. جواز عتريس من فؤاده باطل، جواز عتريس من فؤاده باطل. جواز عتريس من فؤاده باطل، جواز عتريس من فؤاده باطل، جواز عتريس من فؤاده باطل، جواز عتريس من فؤاده باطل. ده لانه يا باشمهندس في النهايه لا يصح الا الصحيح، والحق دايما هو اللي بينتصر. طبعا الباطل الذي يتمسك بحقه بيحصل عليه في الاخر باي ثمن، ولو ان الثمن كان فادح لكن في الاخر استطاع ان النموذج ده هتلاقيه برضه، هتلاقي النموذج
انك انت النهارده بيان النادي الاهلي انا ادافع عن حقي بمنتهى القوه يحدث ما يحدث. هيصدر هذا البيان في مواجهه ظلم تحكيمي فلا يمكن ان هو يخلينا نجامل ولا نتورع. هنواجه هذا الظلم لحد ما ناخد حقنا مش اكتر من حقنا، والاخرون ايضا ياخدوا حقوقهم مش اكتر من حقوقهم. لكن في بقى حاجات دمها خفيف في الافاق بقى، اللي هو يبقى عنده حاجه حد عايزها فيمشي بقى يصيح على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده. الاسري كان عنده بنت طعمه، اللي هي يعني اسمها طعمه مش انا بوصفها يعني في الفيلم هند رستم لا طعمه، فينزل الشارع يروح على الخضري هو زينب صدقي والبقال، واكد لي سيادتك طعمه ليك، يقول له مش هتلمني يا ابو طعمه على طعمه، ياخد اللي هو عايزه من البقال والجزار، واكد لي سيادتك طعمه ليك مش لحد تاني. هو مش هيدي طعمه لحد لان طعمه نفسها مش هتسمع كلامه. نشوف هذا النوع من الناس، وانتوا بقى فصلوه على اللي انتوا يعجبكم. ويرزقكم من حيث لا تعلمون، ويرزقنا برب من حيث لا نشعر. صل على اللي هيشفع فيك يوم القيامه، اللهم صل عليه. تقدر تقول لي ليه يا معلم انت ما انتش راضي تجوزني طعمه لغايه دلوقتي؟ يا حسونه واخد سيادتك طعمه ما حدش هياخدها غيرك، قلت لك الكلام ده بدني المره 22 مره، وانا هديها لحديث احسن منك، راجل ابن الراجل. ده انا ليا شرف اني اجوزها لواحد زيك صاحب مؤهلات يا حسونه. انت مش هتربطي العاد معايا على كتك ثدي على طعمه تستاوت وطلبه الاكال يا معلم درويش، واكد لسيادتك ان طعمه لك ولا هياش لحد غيرك، وقلت لك الكلام ده بدل المره 22 مره، واحنا نلاقي زيك راجل ابن راجل؟ ده احنا لنا شرف نجوز بنتنا واحد صاحب مؤهلات زيك. يا ندامة يا معلم رمضان، واكد لسيادتك ان طعمه لك ولا هياش لحد غيرك، وقلت لك الكلام ده بدل المره 22 مره. يا ندامة. قول لي يا معلم حالتي، خلصتلناش حكايه طعمه بقى؟ الحكايه طالت قوي والحساب تقل يا راجل. عيب، واكد لسيادتك ان طعمه محدش هياخدها غيرك، وقلت لك الكلام ده بدل المره 22 مره. رزقكم من حيث لا تعلمون، يرزقكم من حيث لا تعلمون، اللي هي طعمه ليك مش لحد غيرك، طعمه رزقه ونازل ياخد. فده راجل عارف انه مش هيفي بوعوده، لكن أيوه. بيستفيد باي حاجه وخلاص. ربنا رزق يرزقكم من حيث. وفي نموذج بقى هو غلبان ومش عارف قدراته، مش عارف امكانياته، ويوم الناس عايزه تستغفله وهو مش فاهم ان هو بيستغفلوه، فيبتدي يتبحبح زي نجيب الريحاني في ابو حلموس. ايوه شوفوا عمل ايه. واهديها كمان لام العروسه، والوالدة العروسه كم تحب لي؟ 3000 جنيه كويسين؟ مش كتير يا اسحاق افندي. لا كتير ولا حاجه، لازم الميزان يعمل الشعر اصوله، سيبك ما حدش ياخد منها حاجه. عايز هديه ترغرة وادي زبت بنت عمه العروسه 3000 جنيه. يا حبيبي يا سحر يا اخي الحياه دي يا بنت انت، معلش سيبك ما تدهاش، خليها تقبض اهو كله على الله. يعني على بختي، يعني انا اللي وقعت من قعر القفه ازاي؟ وادي زبت خالت العروسه 3000 جنيه. لا ده سوء تصرف، انا لازم احجر عليك. كويسه. احجر عليا. اتفضل، وادي الامضه الكريمه. طبعا الريحاني كان كسب 60000 جنيه ما قالولوش، فهو فاهم انه بيديلهم زفت يعني ورقه وقلم ما لهمش اي لازمه. للمظاهر بس، وهم بيستغلوه. برضه هتلاقي هذا النوع الساذج الطيب اللي ممكن يستغل من ناس لئيمه حواليه، ولكن الناصح بقى اللي عامل نفسه ناصح قوي، شوف اللقطه الجايه من نفس الفيلم ابو حلموس. انت هنا؟ الحمد لله. لقيت مين؟ غبري يا بندي، تعالى يا شيخ تعالى. انا والله انت ايه؟ انت راجل نصاب، انت لعبنجي. لعبنجي؟ لعبك ازاي يا غبري يا بندي؟ مش حرام عليك تبيتني انا؟
باش كاتب يلعب على باش كاتب لو ان النص ريال بتاعي خد ونحسب. ورأيك ايه؟ ورأيك ايه؟ النطرية اللي انت عاملها في النار للنصب يا حنس. وطول بالك انت مش فاهم حاجة. اسمع مين؟ اسمع مين؟ سمعت الراجل في ودانك. النص ريال بتاعي. ما تتطرعش عن النص ريال بتاعك. نص ريال ايه يا جعان؟ اتسحبت النار دور. ما تاخدنيش كده اوكي. النص ريال بتاعي. طيب باش كاتب على باش كاتب عيب يلعب هو عامل ناصح هو مش عارف الورقه كسبته عايز يقول له الورقه كسبته وشاركني فيها اخص عليك باش كاتب يلعب على هو انا عبيط قال له لا انت مش وش ذلك هات الورقه هذه النماذج يا اخوانا والله حكم دوار يمين ده الدور المصري ده الرياضه في مصر وكره القدم تحديدا في الشناقيط هم دول بقى ايه اللي على بعضهم كده سادع على بعضهم يا لك من شنقيط شنقيط دي قالها عبد المنعم ابراهيم واخد بالك قالها له يعني والتاني يقول له شنقيط يعني ايه هو يعني حاجه كده كابتن سيد كابتن سيد عبد الحفيظ ابراهيم ازيك مساء الشنقيط ازيك احكيلك ايه انت انا بتاعك ناسي كتب ليه؟ يا له من شنقيط احنا قلنا بقى نخفف عنا شويه بص هو فاش كاتب على فاش كاتب بس كل انا مزج يا بس اعلامي مع اعلامي ممكن يستضاف فاهلا بيك انا كابتن عادل كان دايما عندنا الربط ده الحقيقه يمكن الافلام العربيه القديمه تحديدا يعني وفي الافلام الجديده طبعا كويسه كده فيها حاجات قدروا لكن الافلام المصريه القديمه كانت بتعكس حاله مجتمع ويمكن اللي بيكتب الحوار في اي فيلم كان بيبقى مبدع كبير جدا فممكن يختصر حاله ممكن تتكلم فيها 15 مثلا في جمله واحده بس على حسب المود بقى بتاعك انا من هواه الافلام العربيه القديمه ومن هواه قرايه تاريخ على حسب المود بقى عايز تتفرج للضحك فتستنى اي موقف كوميدي او تتفرج عشان تستنى جمله ممكن تاخدها في حياتك كده مش مساله ماده وبس عايز تبص مواقف تستخدمها فيها فانت لقيت يا لك من شنقيط لا يا لك من شنقيط ده كان قال عبد الله ابراهيم مع ايوه رياض الاصابعي لو تفتكر فيلم سنه الاسطول هو مش عارف يوصله انا عايز ايه والثاني مش فاهم كلامه خالص فانا بتكلم في حوار وانت بتتكلم في حوار ثاني خالص فانا انت عمال تديني شويه حاجات وانا عايز اقول لك الحقيقه ايه وانت مش بتستمعني بل بالعكس انت عايز تمنع اي حاجه مش فيها الحقيقه خلاص يعني انا وقتي وانت هتضيع وقتك يا لك من شنقيط كابتن سيد يعني احنا طبعا مهتمين بالتجربه بتاعتك في الاستوديو الحقيقه انت عامل حاجه هايله بصراحه حاجه جميله ومختلفه مختلفه واخيرا يعني نقدر نقول ان في تناغم وفي ارتباط بين البرامج وبعضها وده الاصول كل البرامج لازم تبقى مرتبطه ببعضها عشان نحقق الهدف النهائي وهو الحفاظ على حقوق النادي الاهلي ويعني سعادة جماهيره سعادة جماهيره وسرد تاريخه بالشكل الصحيح واللائق حتى يكون يعني ولادنا يكملوا بعدين بس اكيد يعني طبعا اعتقد الحمد لله رب العالمين لو حتى في حاجه كويسه تبقى كده ده تفكير مجموعه كله انت عارف كابتن علي المبدا الجماعي او العمل الجماعي بنفتقده كتير جدا في مصر يعني الناس كلها بتروح للشيء الفردي يعني كان انت اللي كل حاجه لا طبعا انت معاك فريق عمل من اعداد من ناس المطورين او مرتبين او مخرجين موجودين معاك كل فريق العمل المنظومه ككل بتبقى عايزه تعمل حاجه تخرج للناس وانا معتقد بحاجه قناعتي الشخصيه الحاجات اللي هي ممكن تاثر عند الناس ويبقى ليها مردود كويس الحاجه اللي بتتعمل بحب بقلب يعني كتير جدا 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 يروح الشغل وبيجي بالشغل لكن هتلاقيه دايما دايما المميز اللي حابب يروح الشغل صحيح يعني بيبقى مهتم جدا اللي اشتغل بشغف صحيح نعم اللي اشتغل بشغف يعني مش كده يعني برضه من الافلام القديمه برضه اللي بتاخد منها رسائل كتير قوي ظهور الراجل اللي هو بيوصل لسن ال 60 او بعد ال 60 بشويه قد ايه هو متاثر بشغله لدرجه ان هو يوم ما بيطلع على المعاش بيبقى يوم بالنسبه له صعب جدا عليه وعلى اهل بيته دي كانت يعني رسائل بتتقال في وسط الافلام
قد ايه لازم تكون حريص على شغلك وقد ايه تكون مبسوط وقيم، عمالين يقولوا لك قيم ويقولوا لك الحقيقه. طيب كابتن سيد، انا عندي حاجه يا كابتن عندي هقولها اخيرا ممكن تبقى حاجه مهمه جدا. انا ما يهمنيش انت بتشتغل ايه قد ايه، ما يهمني انت ممتع في ايه. يعني كتير جدا ممكن ياخد مؤهلات عليا بشكل كتير قوي تبقى اسم ولقب حلو شيء مهني، لكنه مش مميز. وواحد اقل في اللقب على المستوى الحياه يعني عامه، لكن مميز في شغلته. اعتقد ان البلد عندنا محتاجه كده، محتاجه ان كل واحد يكون مميز في الحته دي. طيب كابتن سيد، تابعت طبعا القرعه بتاعت افريقيا النهارده، الاهلي مع حوريا كوناكري الغيني، رايك ايه؟ والله انا شايف ان احنا وانا مع يعني اقوى فرقه في الثلاثه. اقوى فرقه؟ اقوى فرقه من حيث الارقام، نعم. اقوى فرقه فعلا. اقوى فرقه، اقوى من موسم الصيف واقوى من اول اغسطس. اول اغسطس كانت اسهلهم، اول اغسطس على الطابع الهجومي كويسه، لكن عندها مشاكل كتير جدا في حته الدفاعيه، وعندها مشاكل كتير اكتر على ملعبها كمان، لان بتلعب في مفتوح اشبه عارف فرقه اورلاندو كده مع الفارق في القوه والصلابه والشراسه. لكن اللعب المفتوح اشبه باللعب بتاع جنوب افريقيا، يعني انت بتلعب في جنوب افريقيا فسهل ان انت تسجل عندهم. اول اغسطس عندهم ده، عندهم العيب ده ان انت ممكن تسجل عندهم في مرماهم، ودي بالنسبه لاي فرقه بتلعبهم كويسه، لان هيبقى عندك افضليه ان انت تسجل في خارج ارضك. وفاز الصيف هو اكثر فرقه اتهزمت في دور المجموعات الثلاثه، او في على مدار البطوله ككل في الثلاثه، اللي هو اول اغسطس او حوريه الغيني. حوريه الغيني لك ان تتخيل ان هي في 10 ماتشات كلها اللي هي بدات دور بدري عن باقي الفرق يعني، او عن الاهلي تحديدا يعني، غلبت مباراه واحده بس. يعني حوريه الغيني غلب من الوداد المغربي بس 1-0 بره ارضه. ايوه في ال 10 مباريات خارجيا وداخليا لعب 5 على ارضه و5 بره ارضه، في غير المباراه بقيت لك مدلول ان الفرقه دي كويس. لكن في النهايه عندنا افضليه الحمد لله، وبعدين برضه ان انت هتلعب المباراه كلها على بره ارضك، ودي حاجه كويسه. لكن اعتقد ان احنا وانا مع اكبر او اقصى فرق موجوده في الثلاثه، فيما يخص بعد كده المشوار يعني، اعتقد ان البطوله الافريقيه بتتاخد على مراحل يعني. نخلص من المرحله الاولى اللي هي دور على رايك واحده واحده بس، نعدي ويحلها الحلال. بالظبط كده. شاكرين يا كابتن سيد، اسعدتنا. طيب متأكدا جزيلا للزميل الكابتن سيد عبد الحفيظ. خلصوا فيك كل الشماعات يا ابراهيم. الحقيقه كان نفسنا الوقت يتسع للكثير من الشماعات اللي خلصوها في حق النادي الاهلي. لا هي كتيره، هي كتيره جدا، لكن ما دمنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وتذكرناه، لأنه هذه الأيام في هذا الأسبوع حلت ذكرى نجم الوفاء والإخلاص والعطاء للأهلي، أيقونة الشباب محمد عبد الوهاب. شوفوا محمد عبد الوهاب آخر ليلة في حياته كان سهران مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وبقية اللعيبة، بيسجل بصوته وبصورته أغنية تتذاع في مباراة تكريم سيد عبد الحفيظ. شوفوا الذكرى توصل لغاية فين. هنفكركم ونفكر الكابتن سيد عبد الحفيظ وكل جماهير الأهلي بمحمد عبد الوهاب صوت وصورة بيغني لسيد عبد الحفيظ. يعني لو يوم بتغيب واجمل ذكريات بتسيب وتيجي سيرتهم نتبسم عشان في قلوبنا مش بتغيب. يعني لو يوم بتغيب واجمل ذكريات بتسيب وتيجي سيرتهم نتبسم عشان في قلوبنا مش بتغيب. ونفضل نحكي نتكلم ومن اخلاصه نتعلم، نقول انه حبيب وعزيز هو سيد عبد الحفيظ. نجم كبير هيكتب لك تاريخ شاهد على بطولات، وكل مكان هيشهد لك في افريقيا دي ليك حكايه. كتير في الدنيا بنقابل وزيك صعب هنقابل، ويوم عيدك هنتقابل لكن انا هنا جنبك. ويوم عيدك هنتقابل
هدي انا هنا جنبك وحشنا يا سيد قوي لاني مفيش كتير منك ودايما في القلوب هتعيش باخلاقك مع فنك وحشنا يا سيد قوي لاني مفيش كتير منك ودايما في القلوب هتعيش باخلاقك مع فنك عشان القلب بيعاني سيد الابنك تبقاش فان معاهم تحكي وتعلم وتعالي تاريخ بتسلم الأجيال شباك عن العيون بتغيب وأجمل ذكريات بتسيب وتيجي سيرتهم نتبسم عشان في قلوبنا مش بتغيب شباك عن العيون بتغيب وأجمل ذكريات هقول لكم حاجة بقى. هذه الأغنية كانت مسجلة علشان مناسبة اعتزال الكابتن عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ. هتشوفوا اللاب الكليب زمايله في الملعب والرياض شادي محمد لكن هذا الشاب البشوش صاحب الوجه المبتسم المريح الجميل والصوت الأجمل والقلب الأكثر جمالا غنى هذه الأغنية ولم يستمع إليها. وفاته المنية تاني يوم من تسجيل هذه الأغنية، مات تاني يوم. لكن لما تشوفه بقى وكأنه ينعي نفسه. جملة الأغنية بدأت إزاي؟ في ناس عن العيون بتغيب ولكن لأجمل ذكرى بتسيب، تيجي ذكراها تتبسم ويسترسل. والله دول معمولين عشان رحمة الله عليك، وربنا يكتر من أمثالك ويصبر أهلك. مرور الوقت ما بيشي يعني هذا النوع من البني آدمين ما بيتنسيش بسهولة، وكلنا بنفتكره. ولكن أيضا شوفوا روح الأهلي كانت عاملة إزاي، شوفوا جمال الأهلي عامل إزاي، شوفوا الأهلي عمل إزاي، شوفوا ارتباط شباب، شوفوا ارتباط شباب، وبيغني عن مبادئ الأهلي وعن قيم الأهلي وعن تعليم الأهلي. عظيم يا أهلي، عظيم يا أهلي دايما إن شاء الله. النهاردة مجلس إدارة النادي اجتمع برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أصدر البيان اللي قلنا لحضراتكم عليه، هو بيان شافي وقاطع وحاسم وفيه من الوضوح ما يكفي على اتحاد الكرة أن يستجيب ويصغي، لأنه بينحاز للحق قبل أي شيء آخر. أصدر المجلس أيضا عددا من القرارات المهمة تلاها الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي، هنشوفها بعد ما نختم مع حضراتكم. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير مع قرارات مجلس إدارة النادي.